هذا جن ولا أنس أو هذا إنسان غير طبيعي؟ يعني نسبة إنه ينجو من الموت 0.09%. سحب الرشاش وحطه يا جماعة الخير في نص صدري. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. قسم بالله العظيم إني على ما أقول شهيد. الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة، ويرزقكم لين يغنيكم، ويعطيكم لين يرضيكم، ويسخر لكم ربي ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. يا أخي الله يسعدكم. والله لما أقرأ الكلام الإيجابي اللي قاعد يكتب في الكومنتات إنه يحمسني إني أصور أكثر وأكثر. والله يسعدكم سعادة ما بعدها سعادة. خلنا نبدأ يا جماعة الخير في قصة اليوم. قصة اليوم من القصص، وأنا والله العظيم إني تعبت وأنا أقول هذه الجملة، قصة ممكن تشوفها في أحد الأفلام. لا أتكلم جد، ممكن تشوف هذه القصة في أحد الأفلام. ويلا خل نبدأ في قصة اليوم. مثل ما انتم عارفين يا جماعة الخير ان القصص حكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه عمر. يقول عمر: يا جماعة الخير، عائلتنا مكونة من أب وأم وولدين، أنا يا عمر وأخوي أحمد. أنا عمر الكبير وأحمد أخوي أهو الصغير. المهم في مرحلة ممكن السادس ابتدائي انتقلنا إحنا من دولة وجينا لدولة أخرى، لأن دولتنا صارت فيها بعض المشاكل وما نقدر نعيش فيها بشكل كامل، والعيشة فيها صارت عيشة حرفيا ما تنطاق. ولا أنسى ذاك اليوم اللي جاني فيها أبوي بعد ما خلصت سادس ابتدائي وكنا مجتمعين داخل البيت، وقال: اسمعوا، أنا قررت قرار إن إحنا راح نروح للدولة الفلانية هذه وراح نعيش فيها وراح أوفر لعيالي مدارس فيها ويعيشون بإذن الله بسلام. على طول أمي أول ما سمعت هذا الخبر قالت: أبو عمر، وين بنروح؟ والدولة هذه ما قد جيناها ولا نعرف فيها أحد. قال لها أبوي: لا تشيلين هم يا أم عمر، بإذن الله الأمور راح تتسهل، وأنا أعرف شخص هناك في الدولة هذه اسمه سمير، وبإذن الله ما راح يقصر معنا نهائيا. قلنا له: خلاص زين يا يبا، واللي تشوفه وإحنا معك. وصدق يا جماعة الخير في اليوم الثاني أبوي راح مر المدارس حقتنا وأخذ اللي هي الشهادات المخصصة للدراسة، أولى ابتدائي ثاني ابتدائي لين سادس. يقول عمر: يا جماعة الخير، أبوي ما كانت عنده وظيفة محددة، مرة يشتغل في السيارات، مرة يشتغل في التجارة، مرة يشتغل في العقار، وبرضه مرة يشتغل في سوق الخضار، ولكن كان يمشي أمور يعني ومراوزها بشكل كويس. يقول: المهم جاء اليوم الموعود، اليوم اللي ناخذ فيه امتعتنا ونطلع يا جماعة الخير للدولة الثانية عن طريق احد السيارات اللي راح تشيلنا وتودينا لها. والله وصدق يا جماعة الخير في اليوم الموعود جاء شخص حرفيا ومرنا عند البيت وخذانا معه. ركب ابوي قدام جنبه وانا وامي واخوي احمد راكبين ورا. الرحلة هذيك كانت ممكن مدتها ما يقارب 12 ساعة الى 13 ساعة. والله يا جماعة الخير ونكمل طريقنا لين وصلنا الى الحدود. فتشونا، خذوا هوياتنا، خذوا كل شيء، بعد دخلونا. ودخلنا يا جماعة الخير للدولة الثانية، والصدق لا أخفيكم كان الوضع شوي غريب، وكنت ما أحس للانتماء نهائيا وأحس أني شخص غريب، شعور أي إنسان يروح من دولته إلى دولة ثانية. يقول: من وصلنا المدينة المحددة اللي ذكرها أبوي، المدينة هذه عبارة عن مدينة بسيطة وبرضو الأجارات فيها برضو رخيصة، تكلفة الحياة فيها ما هي عالية نهائيا. المهم لحظات اللي أبوي يتصل على سمير، قال له: مرحبا سمير، أنا موجود في المنطقة اللي أنت ذكرتها لي. قال: خلاص زين، وينك فيه بالتحديد؟ وصرنا نحدد للمكان اللي راح يقابلنا فيه سمير. وصدق يا جماعة الخير وقفنا على جنب وجانا سمير ومرنا وخذ أبوي وسلم على أبوي سلام حار كأنه يعرفه من زمان. المهم خذانا سمير وما قصر ودانا يا جماعة الخير العمارة كذا سكنية، وقال: اسمع يا أبو عمر، أنا حجزت لكم الشقة هذه لمدة 6 شهور، أول 6 شهور يا أبو عمر لا تدفع ولا شيء، موضوعك كله علي. صار أبوي يشكر هذا الشخص اللي اسمه سمير: الله يعطيك العافية وشكرا لك وما قصرت وما راح أنسى فضلك هذا علي. صدق يا جماعة الخير ودخلنا، وأي أسرة كذا بتدخل شقة جديدة بيسكنون فيها تجي مرحلة التقسيم. كانت الشقة بسيطة مرة. قال أبوي: أنت وأخوك عمر راح تسكنون في هذه الغرفة، وأنا وأمك راح نسكن في هذه الغرفة، والصالة والمطبخ هذه بيننا راح تكون مشتركة. أتمنى أنكم تحطون أغراضكم الحين وترتبون وضعكم. يقول عمر: صدق لا أخفيكم كنت مستأنس شوي وكنت خايف شوي، والله دخلت واخترت المكان اللي عند المكيف وأفرش الفراش حقي وأحط أغراضي وأنسدح. المهم انسدحت على ظهري يا جماعة الخير وجنبي أحمد، وأحمد أخوي كان بيني وبينه ما يقارب سنة واحدة. قال لي عمر: يا أخي ما تحس الحين الوضع شوي غريب؟ ولد وش المكان؟ وأحس إني الحين يا ولد والله ما أدري وش راح يصير فينا. قلت له أحمد: تفائل بالخير وإن شاء الله الأمور زينة، لا تشيل هم. شوي قال لي: يا أخي الحين كيف نشوف خوالي وعماني؟ وأحسهم صاروا بعيدين علينا، لو صار لنا شيء من راح يقدم لنا الخدمة؟ يقول عمر: قلت لأحمد: يا أحمد لا تشيل هم وخليك إيجابي شوي، ليه السلبية هذه كلها؟ قال: لا بس أنا متخوف. قال: لا إن شاء الله الأمور زينة، ولكن اسمع يا أحمد، أبغاك الحين إذا طلعنا عند أبوي أبغاك تكون مبتسم متفائل، أبوي لا يحس بالضيقة نهائيا. قال لي أحمد: خلاص أوكي. صدق يا جماعة الخير لحظات اللي أبوي طلع من البيت قال: راح أجيب لكم غدا وأرجع، خلوكم هنا. طلع أبوي يمكن 15 دقيقة 20 دقيقة اللي هو رجع، جاب الغدا وفرشنا السفرة يا جماعة الخير في الصالة، والشقة
الشقة كانت بدون أثاث نهائيا. يقولهم جلسنا وجلست أمي وجلس أبوي وأخوي وحطينا الغداء، واتذكر ذاك الغداء كان بدون صحن. أبوي فرش السفرة كذا وقلب القصدير كله على السفرة نفسها. يقول مع جلسة الأكل هذه يا جماعة الخير شدني موقف ونظرة من أبوي حسسني فيه بمعاناته الصعبة. كان قاعد ياكل شوية يا جماعة الخير صار يهوجس أبوي وصار كذا ياكل وساكت ويناظر في الأكل بدقة غير طبيعية. عرفتوا اللحظة الغريبة هذه اللي تجيك بعض الأحيان، اللحظة اللي تقعد ناظر فيها حالك وتراجع كل أعمالك وقاعد تقول في مخك هل الشيء اللي أنا سويته سليم ولا مو بسليم، وهل أنا راح أتوفق في هذا المكان أو لا. فتجيك أسئلة كثيرة مرة. حسيت أن أبوي كان شايل هم غير طبيعي، وهذا حرفيا دور كل أب موجود في العائلة. الابن والأم والأخت ما تحس بالشعور اللي قاعد يحس فيه الأب. يقول عمر من ذيك اللحظة وعدت نفسي أني لازم أقدم الخدمة لأبوي وإني ما أخليه يحتاج لأي شيء وإني أساعده بأي شيء يبغاه. المهم تمرت الأيام، ممكن ما يقارب 6 أيام أو 7 أيام، إلا قال لي أبوي أنا وأحمد أخوي قال يلا قوموا بروح أسجلكم في المدرسة القريبة عندنا. أنت يا عمر راح تكون في أولى متوسط وأنت يا أحمد راح تكون في 6 ابتدائي، يلا قوموا أوديكم. وصدق يا الربع رحنا ذاك اليوم يا جماعة الخير للمدرسة مشي. خذانا أبوي أول شيء مرة المرحلة الابتدائية، دخلوا معاه أوراق أخوي الصغير، دخلها على المدير وخذاها وهو متفاهم وخلصنا الأمور. ما جلسنا ما يقارب ولا نص ساعة إلا قبلوا أخوي داخل هذه المدرسة، وقالنا مدير المدرسة راح يبدأ دوام أحمد بإذن الله من بكرة، يجي بكرة عشان نجهز له الكتب ونجهز له الدفاتر ونجهز له كل شيء. وصدق يا جماعة الخير ونطلع من المدرسة ونروح للمدرسة المتوسطة، ودخلنا وبرضه أبوي كذلك سجلنا. ولكن يا جماعة الخير شدني موقف كان أول ما دخلنا المدرسة المتوسطة هذه، كان في طالب واقف عند المدير. المهم واحنا قاعدين نسجل إلا الطالب هذا سلم علي قال كيف حالك طيب؟ قلت له الحمد لله بخير. شوي الطالب هذا قال لي وش اسمك؟ قلت له أنا اسمي عمر. قال معاك أخوك عبد العزيز، أي شيء تبغاه في المدرسة بإذن الله أنا موجود عندك. يقول كلام الشخص هذا ريحني شوي وحسسني إن الناس اللي موجودين داخل المدرسة هنا إيجابيين. بعدين قال لي أنت في صف؟ قلت له أنا في أولى متوسط. قال حتى أنا في أولى متوسط. شوي اللي يقول للمدير تكفى يا يبا خل عمر يدرس معاي في نفس الصف. إلا أبوه يناظر في عبد العزيز ويضحك. قال حبيبي مو عشاني مدير المدرسة تصير تتحكم فيهم. هو وين يبغى يدرس يا عمر؟ تبغى تدرس معاه؟ قلت له إيه أبغى أدرس معاه ويشرفني إني أتعرف عليك. وصدق يا جماعة الخير الموقف هذاك حسسني بالألفة وحسسني إني واحد منهم وحسسني إني ماني غريب ولا إني أجنبي عن هذا البلد. والله ونطلع جماعة الخير من المدرسة أنا وأبوي، وأبوي قاعد يناظر فيني وهو مبتسم. إلا أبوي يقول لي كونت علاقات من بداية التسجيل، يلا فالك التوفيق وتوقع إن عبد العزيز هذا إنسان كويس. المهم يقول عمر يا جماعة الخير رحنا البيت وقلنا المواقف هذه اللي صارت كلها لأم، وأمي كانت ردت فعلها إنها كانت مستانسة ومرتاحة، ولكن كل أم دائما يكون فيها القلق شوي مرتفع. المهم يا جماعة الخير يقول عمر في اليوم الثاني اللي هو اليوم اللي راح أروح فيه للمدرسة، وقال لي أبوي انتبه لنفسك وحافظ على صلواتك ولا تنسى أذكارك يا ولدي. وصدق وطلعت ووصلت أخوي أحمد على طريقي، وبعدها رحت لمدرستي ودخلت ورحت للفصل إلا قابلت عبد العزيز خويي اللي تعرفت عليه عند المدير اللي هو بالأساس أصلا ولد المدير، وصار يرحب فيني ويعرف الطلاب علي. المهم استمرت الأيام وأنا وبيني وبين عبد العزيز هذا علاقة ممتازة. مر الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، مر ما يقارب شهر وأنا داخل هذه المدرسة، وتواصلي كان مع عبد العزيز حرفيا تواصل كبير مرة، يعني في كل يوم في المدرسة نتواجه أنا وياه. في يوم من الأيام عبد العزيز قال لي وش رأيك نتواجه بعد المدرسة واجيكم عند بيتكم؟ أول ما سمعت الكلمة هذه أنا توترت، قلت لا والله ما يحتاج خلنا نتواجه في المدرسة. طبعا أنا قاعد أقول له هذا الكلام مو خوف لا، ولكن يا جماعة الخير كان في شيء دائما يحسسني بالنقص ودائما أحس إني إنسان ناقص وأحس إن بيتنا شوي يفشل ولا أبغى يجي بيتنا لأن صدق إحنا ناس على قد حالنا. المهم صمل عبد العزيز هذا إلا يجيني لبيتنا. قلت له يا عبد العزيز ما يحتاج، قال لا بجيك. قلت له خلاص حياك الله حياك الله. وصدق يا جماعة الخير بعد ما طلعنا من المدرسة مرنا عبد العزيز، نزل أبوه نزل عندي وهلا والله عمر كيف حالك طيب؟ قلت له يا مرحبا ومسهلا. قال لي يلا ندخل بيتكم. قلت له يلا تعال. وصدق دخل عبد العزيز يا جماعة الخير وشاف بيتنا اللي كان حرفيا بيت عبارة عن أرض وفرشة ومفرش، ما في أي شيء زايد عنه، الأثاث مرة قليل والبيت ما هو ذاك البيت الجميل. قلت لعبد العزيز اعذرني أنا أدري بيتنا يعني شوي يفشل وتكفى يعني لا تقول ما يدحد الشيء اللي شفته. شو عبد العزيز نظر فيني قال لي عمر والله لازعل عليك، أنت بتقول كلام هذا وأنت أخوي وبيتكم بيتنا ولا تشيل هم، وأصلا هذا عبارة عن بيت وما هو منقص منك ولا هو برافعك، أنت يا عمر شخص نفسه أخوي. الصدق صرت ارتاح لعبد العزيز بشكل كبير بعد الموقف هذا، بعد ما كسر مخاوفي اللي كنت خايف منها. المهم جلسنا ذاك اليوم وكلنا انا وعبد العزيز وخلصنا وراح عبد العزيز لبيته. بعدها بلحظات اللي دخل ابوي وقال لنا ابشركم حصلت عمل وباذن الله راح نحسن المكان اللي احنا ساكنين فيه وراح نشتري اشياء جديده والعمل هذا راتبه كويس مره. قلت له يبا يعني وش العمل هذا وين راح تشتغل
اشتغل فيه. قال العمل حقي راح يكون موزع، اوزع المنتجات على المحلات، والمحلات ايه اللي تبيعها. قلت طيب يبا من بيوفر لك السياره ومن بيعطيك هذا كله؟ قال لا تخاف، الشركه نفسها اللي راح اشتغل معها ايه اللي راح توفر هذا كله. وبرضه زياده على كذا ما قصر سمير، هو اللي كلمهم وقال ان الرجال هذا شغيل، فقاموا ووظفوني بشكل سريع. يقول عمر يا جماعه الخير لاحظت ان ابوي على وجه السعاده وانه ارتاح من هم كان شايل همه من زمان، وانه حصل له وظيفه عشان يقدر يكد على البيت فيها. وصدق يا جماعه الخير ابوي صار يشتغل في هذه الشغله، صار موزع يا جماعه الخير لبعض المنتجات اللي تباع في المتاجر، منها الصوابين والبلاستيكيات والملاعق والسكاكين البلاستيكيه هذه. صار يوزع هنا ويوزع هنا ويستلم راتبه اخر الشهر. ومرت الايام يا جماعه الخير، الشهر الاول الشهر الثاني، بعد مرور ما يقارب 5 شهور وابوي شغال في هذه الوظيفه. مع ال5 شهور هذه يا جماعه الخير ابوي كان يشتري اثاث للبيت ويحاول ياثث البيت بالشكل المطلوب ويحاول يوفرنا الخدمات اللي احنا نحتاجها. المهم بعد مرور 4 شهور يا جماعه الخير وداني ابوي المكان عشان يصوروني وياخذون بصمه يدي ويحطون معلوماتهم داخل الدوله حقتهم. وصدق يا جماعه الخير لبسنا ذاك اللبس الزين ورحنا لذاك المكان، دخلنا وصورونا وخذوا البصمات حقتي وخذوا اسمي كامل والعمر والمكان وكل شيء. بعدها طلعوا لي يا جماعه الخير نفس البطاقه اللي فيها وجهي، والبطاقه هنا عندنا تسمى في السعوديه يا جماعه الخير اللي هي الاقامه، نفس سالفه الاقامه بالضبط. المهم يقول عمر بعد ما خلصت اموري هذه كلها قال لي يا ابوي الان تقدر يا عمر تطلع لك جوال؟ قلت له زين يا يبا. قال يلا الحين روح محل الاتصالات تاخذ لك رقم عشان تحطه داخل جوالك. وصدق قرب واروح المحل الاتصالات واشتري لي رقم جديد واحطه داخل جوالي وكان ذاك الرقم باسمي. المهم يا جماعه الخير مرت الايام بشكل سريع وخلصت مرحله الاولى متوسط، الا جاني ذاك اليوم صديقي عبد العزيز قال لي عمر بما انها اجازه وش رايك تروح وتخوينا المزرعه حقتنا؟ نروح للمزرعه ونغير جو، برضو عندنا احصنه داخل المزرعه هذه وجايبين حيوانات من شتى انواع الاماكن، حيوانات مختلفه ممكن اول مره تشوفها. والله شدني الموضوع وحمسني. قدر عبد العزيز يعني عادي اخذ اخوي احمد معاي؟ قال يا رجال حياك الله انت واخوك احمد. وصدق يا جماعه الخير عبد العزيز خذانا انا واخوي احمد ورحنا ذيك المزرعه وصدق غيرنا جو بشكل كبير. المهم في ذاك اليوم اول مره اقابل مدير المدرسه خارج سور المدرسه، نظرني قال لي عمر اهلا وسهلا كيف حالك طيب؟ ليه ما تجيب اهلك تخليهم يجون عندنا هنا وتعالوا غيروا جو؟ تعالوا انت وامك واختك وابوك وحياكم الله. المهم كلام المدير هذا اسعدني، قلت له باذن الله راح اكلم اهلي واعلم. قال ابد المكان مكانكم في الوقت اللي تبغونه تعالوا. وصدق يا جماعه الخير وانهي ذاك اليوم انا واخوي احمد بعد ما غيرنا جو بشكل كامل، وطلعنا ورجعنا لبيتنا وقلت لابوي هذا الموضوع، ابوي قال لا مو بالحين، خله بعدين باذن الله لاني شغال على شيء ممكن يودينا لجهه ثانيه. قلت له زين فالك التوفيق يا يبا. وصرت يا جماعه الخير حياتي عباره عن مدرسه وعبد العزيز، وزياده عليها اني كنت العب كوره في الحاره. ومرت السنوات وما اسرع ذيك السنوات اللي مرت علينا، مرت يا جماعه الخير 3 سنوات كلمح البصر، حرفيا مرت بسرعه فائقه مره. صرت يا جماعه الخير في اولى ثانوي وصرت كبير ماني صغير. في ذاك اليوم دخل ابوي علينا وقال لنا ابشركم قدرت افتح اول مشروع لنا. قلت مبروك يا ابا وش المشروع؟ قال ابشركم لقيت مشروع انا وسمير وقاعدين نشتغل عليه، وباذن الله المشروع هذا يكون من احد اكبر المشاريع اللي راح تكون موجوده في دولتهم. قلنا زين يا يبا وفالك التوفيق، ولكن يبا وش المشروع هذا؟ قال خلوه لين يخلص باذن الله راح اعلمكم كل شيء، باذن الله شهر شهرين راح تصير حياتنا من الحياه العاديه هذه الى الحياه المتوسطه باذن الله. يقول عمر لاحظت حماس ابوي العالي وقلت زين انه حصل مشروع هو وخويه سمير يشتغلون فيه. المهم يا جماعة الخير بعد ما مر ما يقارب شهر أو شهر ونص اللي أبوي جاء وقال لنا إنه خلص المشروع حقه وصار جاهز، والحمد لله إنه حصل مردود من أول أسبوعين في السوق وقدر يبيع كميات كبيرة من المشروع حقه. وبرضو بشرنا إن إحنا راح نغير الشقة اللي إحنا ساكنين فيها وراح ننقل إن شاء الله المكان ثاني قريب من هذا المكان اللي إحنا ساكنين فيه. المهم بعد ما نقلنا يا جماعة الخير بيتنا الجديد، أبوي كالعادة راح قال لأهله وإخوانه والناس العزيزين والقريبين عليه وعلمهم إنه تحسنت حاله وإنه الآن يسكن في مكان جديد. فجأة لعمي قال اسمع يا ابو عمر انا ودي اجي عندكم لان ودي ابحث لي عن شغله عندكم وماشي اموري فيها. قال له ابوي خلاص زين حياك الله، ابد الوقت اللي تبغاه حياك الله وانا راح اقابلك في المطار واجيبك. وصدق يا جماعه الخير ما مر ولا اسبوع كامل الا عمي جاي لبيتنا. الان البيت حقنا في عمي وفي ابوي وفي اخوي احمد وانا يا عمر وامي، وطبعا هذا البيت البيت الجديد وكان بيت جديد حرفيا يا جماعه الخير اكبر من اللي قبل واجمل منه بكثير. وابوي صار في هذه الفتره يا جماعه الخير يروح ويرجع بس مع سمير، واذا جاء الصباح
واحد جماعة الخير عمي يطلع يروح يدور له وظايف عشان هو يتوظف فيها. المهم بعد فترة جماعة الخير كنا نتقهوى أنا وعمي وأبوي، يقول لعمي قال لأبوي وش رأيك يا أبو عمر توظفني عندك في الشركة حقتك وتخليني أشتغل معاك. أبوي انحرج منه ووافق على طول، فقال له أبشر والشي اللي أنت تبغاه راح يصير، وصار عمي يداوم عند أبوي في نفس الشركة. المهم يا جماعة الخير مرت السنوات وأنا خلصت المرحلة الثانوية، وكان تقديري ما هو ممتاز ولا هو بجيد جدا، كان فوق الضعيف بشوي، ولكن كنت ناجح ولكن على الحافة، وحياتنا المادية تحسنت بشكل كبير مرة، وصرنا مقتدرين الحمد لله، وأي شيء نبغاه نسويه. عشان كذا أنا ما استعجلت يا جماعة الخير إني أشتغل بعد الثانوي مباشرة. المهم مر على تواجدنا في هذه الدولة ما يقارب يا جماعة الخير 7 سنوات أو 6 سنوات من أول ما وصلنا لين حد الآن. كنت الفترة هذيك كنت شخص عاطل، يقول لي عاطل ما يقارب 9 شهور أو سنة، وكان عمري في عمر 19 سنة. يقول في يوم من الأيام أبوي دخل للبيت وكان وجهه متغير بشكل فظيع، يقول وحسيت بشعور غريب. يقول دخل مباشرة، دخل للغرفة، سكر الباب شوي، فتح الباب، نادى أمي قال لها تعالي. يقول المهم وأسمع كلام من ورا الباب، كلام هذا كنت أسمع فيه كلمات اللعب علي، انسرقت، سرقني الكلب، الشخص اللي ما يخاف الله. يقول قاعد أتلقط الكلمات هذه، قلت من هو ذا الشخص؟ من اللي سرق أبوي؟ وش السالفة؟ وش قاعد يصير؟ أبغى أفهم. يقول لا أسمع أبوي قاعد يصايح، وأسمع يقول خلاص أنا بنجن، ماني قادر أتحمل، الشيء اللي تعبت فيه كله راح، ولا صرت أملك منه ولا شيء. عرفت يا جماعة الخير إن أبوي قاعد يتعرض لصدمة وما هي أي صدمة، قلت أكيد إن انغدر من شخص معاه في الشركة، وبالأخص ممكن يكون سمير. إلا يا جماعة الخير مرت الأيام، وكانت ذيك الأيام من الأيام الصعبة اللي مرت علينا، الوضع متوتر داخل البيت. ممكن بعد ذاك الموقف ب3 أسابيع إلا أبوي جاء في الصالة وكان متضايق. قلت له يبا وش السالفة وش صاير؟ قال وش اللي صاير؟ وصاير لك في الشركة حقه؟ عسى ما شر، شو الموضوع؟ قال والله يا عمر الموضوع بما فيه ان سمير سرقني وما راح نطول في ذا المكان. قلت له يبا شلون سرقك سمير؟ قال اللي ما يخاف الله سرقني، لان كل شيء كان مكتوب باسمه. قلت له يبا سمير خويك، التجارة اللي انت قاعد تشتغل فيها وتضيع وقتك فيها كل شيء كان مكتوب باسمه؟ قال ايه، لاني انا في البداية ما كانت عندي اوراق تخليني اقدر انشئ شركة، ولكن هو كانت الاوراق عنده جاهزة، وانا كنت اثق فيه من يوم ما كنت في دولتنا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والله يا جماعة الخير بعد ما سمعت هذا الموقف جاني حزن غير طبيعي، صرت أتذكر الأيام اللي جينا فيها لهذه الدولة، كنت أقول ليه قاعد يصير معاي كذا، وليه أبوي قاعد يتعرض للظلم هذا، وليه أبوي ينغدر من أعز أخوياه، ولكن الله يكون في العون. المهم مرت الأيام وحالتنا المادية قاعدة تنزل حبة حبة، فجاني يوم من الأيام أبوي طق علي باب الغرفة ودخل وسكر الباب وجلس جنبي، قال لي مرحبا عمر كيف حالك؟ طيب عمر اسمع، انا راح اصارحك بكلام، وانت رجال الان بعمر 19 سنة ممكن الوقت هذا المناسب لي اقدر اقوله لك. عمر انا حاب اقول لك ان الفترة الجاية انا ما اقدر ادفع فلوس التجديد حق البطاقة حقتك، والشي هذا راح يكلفني مبلغ كبير مرة، المبلغ اللي معاي ما يكفي الا امك واحمد وانا، وامك مستحيل اخليها ترجع للدولة اللي قبل لانك انت تعرف الحال هناك. يا عمر انا ابغاك ترجع للدولة حقتنا وتعيش فيها وتدرس لين تزين الامور عندي واجيبك من جديد. نظرت في ابوي كذا وانا مصدوم، قلت يبا يعني انتم بتتخلون عني وتتركوني لحالي هناك اعيش؟ قال لي يا عمر ما راح تضيع، راح تعيش عند عمانك وخوالك. قلت له يبا ما ابغى اعيش عندهم، وانت تعرف المشاكل اللي قاعده تصير بيني وبينهم، وتعرف ان احنا اصلا ما نواطنهم. يقول شوي الا ابوي قال لي عمر تكفى لا تتعبني، عمر اني طالبك لا تناقشني، عمر والله العظيم اني وصلت المرحلة اني اتمنى فيها الموت، وصلت المرحلة ماني طايق اي شيء، تكفى يا عمر لا تخذلني ذا المرة، واسمع كلامي وسوي الشيء اللي انا ابغاه، وباذن الله اني اقدر احسن وضعي وارجعك في اقرب وقت. نظرت في ابوي قلت له يبا ابد، الشيء اللي تبغاه راح يصير، وباذن الله اني ما راح اخيب ظنك نهائيا. الا ابوي يا جماعة الخير يحب على راسي وقال كلمة يا جماعة الخير، ولكن الكلمة هذه جرحتني، قال لي يا ولدي انا اسف واتمنى انك تتقبل اسفي هذا، يا ولدي والله العظيم اني طحت في مواقف خارج عن ارادتي، واتمنى ان هذا الموقف اللي صار بيني وبينك انه ما ياثر فيك، ولا تعتقد اني اقدر اتخلى عنك، انت ولدي اللي من لحمي ودمي، فانت اول ولد لي، فاعرف اذا سويت معاك الموقف هذا واني قلت لك رح، اعرف ان الموضوع صار بالاجبار وان الموضوع خرج عن يدي.
المهم يا جماعة الخير، طلع أبوي من الغرفة وأنا قاعد أفكر بيني وبين نفسي، قلت هل راح أرجع لحياتي القديمة، الحياتي اللي كانت بين عماني وخوالي وحرفيا ما أقدر أعيش معهم ولا أتقبلهم. عماني كانوا يكرهون أمي وخوالي كانوا يكرهون أبوي، كان الموضوع مبني من كره إلى كره، وكان أبوي كان قاعد يوازن الأمور ذيك الأيام. في يوم جينا هنا حرفيا ارتحنا، ولكن الله لا يوفق سمير اللي سوى هذه المشكلة لأبوي. المهم يا جماعة الخير اني حطيت راسي ونم، وذيك النومة كانت نومة كلها احلام، والاحلام هذه حرفيا قاعدة تجيب لي احزان من كل مكان. المهم مر هذاك اليوم بسلام، صحيت الصبح يا جماعة الخير الا في وجهي ابوي، قال لي اسمع يا عمر، ربي عطاك 5 ايام لازم تضبط امورك فيها واحجز لك تذكرة وتسافر فيها لدولتنا وترجع هناك وتعيش عند عمك الكبير والله يعينك عليه. قلت له ابشر يا يبا وما يصير خاطرك الا طيب، ان شاء الله اقل من 5 ايام وراح احدد المسار اللي راح امشي فيه. قال لي خلاص زين. والله يا جماعة الخير واطلع ذاك اليوم من البيت وانا والله العظيم ان الحزن ياكل في قلبي، كيف راح اقدر اترك امي وابوي واخوي. المهم وانا طالع يا جماعة الخير الا عمي كان عند الباب قاعد يدخن، قال لي هلا عمر وين رايح؟ قلت راح اتمشى كذا مشوار بسيط وبرجع. قال تبي امشي انا اياك؟ قلت لا يا عم ابغى امشي لحالي. يقول عمر يا جماعه الخير وانا قاعد امشي وقاعد اناظر المكان اللي انا عايش فيه الان من افضل الاماكن اللي كنت اشوفها في حياتي، كنت ارى نفسي اني كنت عايش في جنه لا يعلم بها احد. فقلت قبل ما امشي خلني اتصل على عبد العزيز واقابله واعلمه وش صار معنا وش الموضوع من البدايه للنهايه. والله صدق يا جماعه الخير وطلع الجوال طي 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 واتصل على عبد العزيز. عبد العزيز السلام عليكم كيف حالك طيب؟ قال لي هلا والله عمر مرحبا ومسهلا. قلت له وينك؟ قال لي انا موجود في البيت حياك الله. والله يا جماعه الخير واروح البيت عبد العزيز. هلا والله عمر اهلا وسهلا كيف حالك طيب؟ قلت له اسمع عبد العزيز وش رايك نطلع نمشي على رجولنا، ودي اقول لك موضوع والموضوع هذا والله العظيم انه قاعد في قلبي. قال لي يافا وش فيك؟ قلت له امشي ابغاك شوي واطلع يا جماعه الخير وامشي على رجولي واقول السالفه هذه لعبد العزيز. والله يا عبد العزيز اسمع، في رجال سرق ابوي وابوي بعدها افلس وصار ما يملك ولا ريال. بعد فتره ابوي طلب مني يا عبد العزيز اني ارجع دولتنا القديمة واني اعيش فيها ما يقارب 6 شهور الى سنة بعد يصحح وضعه وارجع للمكان هذا. الا عبد العزيز يا جماعة الخير ناظر فيني وهو منصدم، قال لي عمر من جدك ولا تستهبل؟ تقسم بالله العظيم يا عبد العزيز ان الموضوع هذا جد واني ما اكذب عليك في كلمة. قال لي والله اني بفقدك. تكفى قبل ما تمشي بيوم ابغى اقابلك واقعد معك وابغى ذاك اليوم اخصصه لك انت بس. قلت له ابشر يا عبد العزيز ولكن اذا انا يا عبد العزيز ما رجعت تكفى سامحني وحللني وبحني وتذكر انك افضل شخص ممكن يمر عليه في حياتي. المهم يا جماعة الخير جاء اليوم الرابع، رحت قابلت عبد العزيز اللي هو آخر يوم راح أقابل فيه عبد العزيز خويي. هلا والله عمر مرحب ومسهلا. المهم صرت أسولف معاه وقضينا ذاك اليوم وكان أجمل يوم في حياتي. قبل أذان الفجر قلت له عبد العزيز أنا أستأذنك راح أمشي عشان بجهز أغراضي وبعدها بنام وأصحى وأمشي. قال لي خلاص زين. سلم علي وخذاني في الأحضان وقال لي انتبه على نفسك وبإذن الله اللي كاتبه ربي راح يصير ونتقابل من جديد. المهم أمشي يا جماعة الخير وأروح لبيتنا وأحط راسي وأنام وأصحى في اليوم الخامس وقابل ابوي. الا ابوي يا جماعه الخير جايب مبلغ وحاطه في يدي وقال لي اسمع يا عمر المبلغ هذا هو المبلغ اللي راح تحجز فيه الطياره، برضو راح يكفيك للاكل والتاكسي اللي راح تستاجره والنقليات اللي راح تسويها. المهم يقول عمر ابوي عطاني مبلغ والمبلغ هذا يكفيني وزياده. المهم ضفيت شنطتي يا جماعه الخير على السريع وخدتها وطلعت من بيتنا، وانا طالع على الطريق استاجرت لي تاكسي وفي الطريق دقيت على طول على عبد العزيز واقول اني انا الان طالع. كل شويه يا جماعه الخير عبد العزيز قال لي موضوع، قال لي اسمع يا عمر يا اخي هل قد سمعت عن اللجوء، الناس اللي تلجأ من مكان الى مكان؟ قلت له كيف لجوء؟ قال بعلمك كيف، يعني مثلا انه موجودين في هذه المنطقه فتطلع المنطقه ثانيه يكون فيها اللجوء موجود، ولكن لازم تطلع عن طريق تهريب يهربونك لين توصل لذيك المنطقه، واذا وصلت هناك لا تقول لهم اي جنسيه ومن وين انت جاي، بعدها راح ياخذونك حقوق الانسان ويعتنون فيك ويقدمون لك الاوراق الخاصه فيك وتصير عايش كمواطن عندهم. قلت عبد العزيز الموضوع يعني بالسهوله هذه؟ قال انا والله بحثت في اليوتيوب وبحثت في جوجل كانوا الناس قاعده تقول ان الموضوع يعني هذا سهل ما هو صعب، وفي ناس برضو حاطة أرقام تواصل إنها تقدر تهربك من هنا إلى الدولة الثانية. قلت له والله الفكرة كويسة، عطني بالله رقم الناس هذولي. صدق يا جماعة الخير إلا عبد العزيز يرسل لي أرقام هذولي الناس اللي يهربوني من بلدة إلى بلدة ثانية، وأخذ الرقم والله واتصل عليه وأنا متوجه المطار. طبعا باقي ما حجزت تذكرة ولا سويت أي شيء، واتصل عليه إلا يرد علي شخص قال لي مرحبا. قلت له معليش أخوي أنا شخص من المكان الفلاني هذا وحاب ألجأ لأي دولة أنت تشوفها مناسبة، هل تقدر تساعدني؟ قال أقدر أساعدك، وينك فيها؟ قلت له أنا الآن متوجه للمطار.
المطار. قال لي تتوجه المطار، راح اعطيك الان لوكيشن وتوجه لي اذا انت عازم امورك. قلت له ايه انا ان شاء الله عازم اموري وان شاء الله اني قدها. شوي للرجال هذا قال لي اسمع، ترى الموضوع خطير، ترى الموضوع فيه مشاكل ممكن تواجهك بشكل كبير، فانت جاهز؟ قلت له انا جاهز ويصير اللي يصير. وصدق يا جماعه الخير انا ما ابغى اروح لدولتي القديمه، مستحيل اني اعيش فيها، مستحيل اني اتقبل عماني وخوالي، لاني اعرف لو رحت هناك راح اعيش في ذل ما قد شفته في حياتي. المهم يا جماعه الخير الرجال هذا ارسل لي موقعه واروح له. وصلت لين عنده وسلمت عليه، قال لي اهلا، قال لي عطني اسمك ومعلوماتك ورقمك وعمرك. صرت اعطيه اسمي عمر واعطيه رقم جوالي وعمري 19 سنه. قال لي طيب يا عمر، الموضوع هذا راح يكلفك المبلغ هذا. الا المبلغ يا جماعه الخير ممكن 90% من المبلغ اللي اعطاني اياه ابوي. قلت له كنا المبلغ عالي شوي. قال لي والله هذه الاسعار اللي دائما نهرب فيها الناس. قلت له طيب ممكن تعطيني خطه على الاشياء اللي راح تصير قدام؟ قال الخطه ان راح ناخذك عن طريق البر وندخلك من دوله الى دوله ثانيه، والموضوع ان شاء الله انه سهلات، لا تشيل هم. صدق في خطوره تواجه الناس، ولكن بين كل 10 يواجهون خطوره ممكن 3 مركبات، وان شاء الله انك انت ما انت من الثلاثه هذول. قلت له باذن الله. قال لي خلاص بكره الصبح ابغاك تكون متواجد عندي هنا، باخذك وراح اوديك عند ناس، هذول الناس هم اللي راح يهربونك من المنطقه الى المنطقه الثانيه. قلت له خلاص زين. وصدق يا الربع واصير ادور في الشوارع لين جاء الصبح. يوم جاء الصبح ورحت وقابلت الشخص هذا، مرحبا اهلا وسهلا، هلا عمر، يلا جاهز؟ قلت له جاهز. قال لي خلاص امشي اركب معي. وركب معي جماعه الخير في سيارته، ويقطع بما يقارب 7 ساعات عن طريق السياره لين وصلني لمنطقه بريه ما فيها جماعه الخير الا بيت شعبي قديم، قديم مره مره مره. فقلت اصلا مستحيل انه يكون في ناس هناك عايشين. قال لي انزل. قلت انزل هنا؟ قال ايه انزل انزل. وانزل معي جماعه الخير ويفتح البيت الشعبي هذا. قال لي يلا الان سلمني الفلوس الخاصه بالخدمه اللي راح اسويها لك، اللي هي اني راح اهربك من المنطقه هذه للمنطقه الثانيه. صدق واطلع فلوسي واعطيه اياه. وكان في يا جماعه الخير جهاز ندى، اللي هو الجهاز اللي كانوا يستخدمونه الشرطه. صدق وياخذ الجهاز ترت ويقول اسماء ناس، بعده يقول ابغاكم موجودين عند المكان حقي، عندي شخص ابغاكم تاخذونه معكم. الا واحد يرد عليه قال خلاص انا احتاج نص ساعه الى 40 دقيقه اكون عندكم، ولكن خله يكون جاهز ومجهز وضعه بالكامل. صدق يا جماعه الخير ما مرت ال 40 دقيقه الا وتجي سياره، السياره هذه فيها ما يقارب 4 اشخاص، وانا خامسهم اللي راح اطلع معهم هذه الرحله. قال لي يلا اركب. تركب وين؟ قال اركب اركب معنا اركب. واركب يا جماعه الخير وكذا ويوسعون لي المكان واركب معهم. الا قال لي وش اسمك؟ وين تبي تروح؟ وين المكان اللي تبغى توصل له؟ قلت له المكان اللي ابغى اروح له منطقه موجوده في اوروبا ويقولون ان فيها اللجوء سهل وسريع ويعطونك اوراق اللجوء بسرعه. قال لي خلاص زين. المهم هو قاعد يمشي، جتني لحظه ادراك، قلت الان انا ما قلت لامي ولا لابوي وما حد يدري اني راح اروح لهذه المنطقه، يعني رايح خلصه بدون ما احد يدري من عائلتي، فيعتقدون الان اني انا راح ارجع لدولتنا وراح اسكن عند عمي، ولكن انا مستحيل اني اعيش عندهم. المهم يا جماعة الخير يقول عمر مشينا شوي الا الرجال اللي قدام قال نسيت اعرفك على نفسي يا عمر، انا اسمي سجاد وانا الشخص مسؤول عن تهريب الحدود، واتكلم لك بس على الحدود هذه البسيطة. في يا عمر ترى قدامك مهمة صعبة شوي وراح تكون منتقلة الى ممكن 3 او 4 مراحل. قبل ما نكمل طريقنا واكمل لك السوالف هذه كلها واعرفك على الناس اللي معاك، اول شيء ابغى البطاقة التعريفية حقتك او الهوية الاصلية. قلت له الهوية اللي كانت في بلدي. قال ايه. قلت له ليه وش تبغى فيها؟ قال ايه معاك او لا. قلت له ايه نعم معي. اول ما قلت له معي يا جماعة الخير لو يوقف. قال معليش يا عمر انزل شوي. وافتح الباب يا جماعه الخير وانزل. قال ورني البطاقه وياخذ البطاقه لو يطلع مقص يا جماعه الخير ويقص البطاقه. قلت له ليه؟ قال بعلمك ليه اذا ركبت السياره. المهم ركبت السياره من جديد يا جماعه الخير، طرق ولا هو يركب ويقفل الباب ويمشي، وصار يسولف لي ويعرفني الناس اللي جنبي، وكل واحد يا جماعه الخير على الطريق هذا قاعد يقول لي قصته انه والله تعب من امور الدنيا هذه والموضوع صار صعب، وكل واحد يا جماعه الخير قاعد يقول قصته والله العظيم اني احمد ربي على المعاناه اللي انا فيها. المهم الا سجاد يا جماعه الخير اللي هو سواق السياره صار يقاطعنا. قال اسمع يا عمر اذا معاك جوال من الان انا اقول لك حاول ترميه من الان ولا انا ماني مسؤول عن الشيء اللي يصير لك. قلت له ليه؟ وش معنى الجوال؟ هل ممكن يسبب مشكله قدام؟ قال ممكن يسبب مشاكل لا نهائيه، فتكفى اذا معاك جوال او رقم جوا الجوال تكفى ارميه. ولكن انا قاعد افكر يا جماعه الخير لو رميت الجوال ووصلت هناك كيف راح اتواصل مع اهلي وشلون راح اقول لهم؟ بعدين قال لي سجاد برضه اذا معاك اي ادوات حاده نزلها وحاول تغبيها تحت المراتب او في الاماكن اللي عندك، المهم زبنها بالمعنى العربي. قلت له زين يا سجاد. المهم يا جماعه الخير واحنا قاعدين نمشي في هذا الطريق البري، طريق بري بشكل كبير، قاعد اشوف بحر من البر. بعد مرور ممكن يا جماعه الخير 3 او 4 ساعات الا صرت الاحظ يا جماعه الخير ان سجاد معاه رشاش حاطه على المرتبه على اليمين، حاطه كذا وتوني انتبه لفوهته. واحنا قاعدين نمشي الا اشوفه سحب الرشاش وقرب على التكايه حقته. والله يا جماعه الخير اني خفت خوف غير طبيعي. قلت يا ساتر ليه يكون سجاد
ناوي يغدر فينا ويذبحنا، ولا يكون الحركة اللي قاعدين يسوونها هذه بس عشان يسرقون فلوسنا بعدين يقتلونا في نص البر. إلا فجأة جماعة الخير سجاد هدى السرعة، واصير أنا كذا أناظر على قدام إلا أشوف سيارة جاية من البر وقاطعة بسرعة عالية مرة، واضح إنها متوجهة لمنا. قربت السيارة اللي سجاد يناظر فينا، قال اسمعوا لحد يتكلم خلوني بس أنا اللي أتكلم، وانتبهوا أحد يتطاول على الناس اللي راح يجون بعد شوي. يقول عمر أنا قلت في نفسي من ذول الناس وليه سجاد قاعد يحسب لهم أكبر حساب. إلا وقفوا يا جماعة الخير، وينزل سجاد من السيارة ومعاه سلاح. اللي يجونا شخصين يا جماعة الخير، أنا قاعد أشوفه من قدام السيارة، أشوف سجاد طلع من جيبه يا جماعة الخير مبلغ مادي وعطاهم إياه. قلت الحمد لله، يعني الموضوع بما إنه في مبلغ مادي راح يمشونه، والمشكلة اللي موقفينا لهم جهة أمنية ولا ناس تبع الشرطة ولا تبع أي دولة، واضح إنهم عبارة عن قطاعين طرق، لازم سجاد يدفع لهم مبلغ عشان يمر من هذا الطريق. المهم يركب سجاد السيارة يا جماعة الخير، بعدين قال لنا الحمد لله عدت بسلام. أنا سألته على طول كذا سؤال بديهي، قلت له سجاد أنت كم مرة هربت شخص من هذه المنطقة؟ وليه قبل شوي كنت متخوف وتقول الحمد لله أنها مرت بسلام كأنك ما أنت متعود؟ نظر فيني سجاد وقال لي، قال شفت المكان هذا؟ مكان حرفيا ما في أمان، يا تكون حي أو تكون مقتول، والناس اللي وقفوني قبل شوي هذول ناس قطاع طرق، بعض الأحيان أطيح مع ناس يسببون لي مشاكل بعض الأحيان، وفي مرة من المرات قتلوا أحد الأشخاص اللي كان معي. قتلوا حد؟ قال إيه. قلت له متأكد أنت أنهم يقتلون نفس بدون أي مبرر؟ قال لي طيب يا عمر ناظر وراك وارفع راسك فوق. صدق يا جماعة خير وناظر وراي إلا التندة محفورة بنفس الفتحة كذا الصغيرة. قال شفت الفتحة هذه الصغيرة؟ قلت له إيه. قال اطلقوا عليه لين الرصاصة طلعت من فوق، بعدين نزلوه من السيارة ورحنا وخلينا. عشان كذا أنا قبل شوي أقول لكم لحد يعارض ومشوا الأمور وبنعطيهم فلوس ونمشي. صدق وهو قاعد يتكلم أقول يعني الرجال هذا ما اشتغل الشغلة هذه الخطيرة إلا من حاجة. قلت له يا سجاد عندي استفسار بسيط وعذرني على كثرة الأسئلة. قلت له كم باقي لنا عشان نوصل للمنطقة الثانية وتنزلنا عند المهرب الثاني والمهرب الثاني ياخذنا لمكان ثاني؟ قال لي سجاد اسمع أتوقع باقي لنا ما يقارب 14 ساعة أو 13 ساعة. مثل ما انت شايف احنا قاعدين نمشي على طرق غير معبدة عشان نقدر نطمر الحدود ونتعدى نقاط التفتيش اللي محطوطة هنا، فعشان نطلع لها أنا خبير في هذه الأماكن كلها، ممكن نحتاج 16-15 ساعة بإذن الله. المهم لحظات إلا دخل يا جماعة الخير وقت الصلاة، فقلت لسجاد خل نوقف نصلي ونكمل طريقنا. قال لي سجاد عطنا بس 20-30 دقيقة لين نوصل الجبل هناك، الجبل هناك أصلا دائما كنا نوقف عنده ونصلي. المهم وصدق يا جماعة الخير بعد مرور 30 دقيقة وصلنا المنطقة فيها نفس الجبل كذا البسيط اللي موجود داخل الصحراء، ولكن الجبل هذا جنبه وعلى أطرافه فيه شجر، الشجر هذا يدخل سجاد فيها السيارة، والهدف من هذا كله عشان ما حد يشوفنا وإحنا قاعدين نصلي. وصدق دخل السيارة بين الشجر وفتحنا الباب طق 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 وننزل ونصلي يا جماعة الخير. المهم سجاد وقف عشان بس يعبي يا جماعة الخير بنزين السيارة، عنده نفس توانكي الاحتياط موجودة في خلف السيارة ورا. المهم خلص من تعبية البنزين سجاد وركب معنا، طلعنا يا جماعة الخير من عند الأشجار هذه وكملنا طريقنا. المهم يا جماعة الخير قبل ما تغرب الشمس بشوي احنا تعبنا واللي جنبي كلهم نايمين وانا حاط راسي على جنبه نايم، ولكن تعرفون النوم القلقة اللي عين مفتوحة وعين مقفلة، حرفيا هذه النومة اللي نمت فيها. قلوا يا جماعة الخير اسمع صوت من على جنبي طق 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 طق، والسيارة قاعدة تمشي وناظر يمين الا في واحد على جنبي معاه زي السيارة الجيب وسجاد قاعد يدعس. اضر الطقات اللي كانت جنبي كانت طقات الرصاص، كنت اقول الحمد لله انه ما جاني شيء. الا سجاد اشوفه متوتر ويدعس واسمعه يرفع جهاز الندى ترت انا موجود في المنطقة الفلانية هذه في ناس هجموا علي. طبعا أجهزة الندى هذه عبارة عن موجات، يعني إذا أنا كنت مثلا في موجة 100 وانت حطيت الموجة 100 تقدر تسمعني. أضر يا جماعة الخير السيارة اللي جنبنا شابكين على نفس الموجة حقة الجهاز، وتسمع الجهاز اللي قدام في واحد يتكلم ترت وقف الحين ولا قسم بالله العظيم ان احنا نقلبك ونقتلك، انا اقول لك من الان وقف. الا سجاد يا جماعة الخير يرجع يراسلهم انا دفعت المبلغ اللي علي وسددت المبلغ كامل قبل ما ادخل حدودكم، ليه انتوا قاعدين تعترضوني؟ اللي يرد يا جماعة الخير الناس اللي اطلقوا علينا الرصاص داخل جهاز الندى اقول لك وقف الان ولا الان راح نفقع كفراتك ونخليك تنقلب. الا سجاد يناظر فيني ويناظر في الناس اللي صحوا بعد الخضخضة هذه كلها، قال انا ماني مسؤول عن الشيء اللي راح يصير بعد شوي، ونزل من السيارة الا وجو عند سجاد جماعة الخير وخنقوه وثبتوه على الباب ما تسمع الا تصفيق كفوف، احنا من قبل نكبس لك وليه ما توقف؟ وسجاد يقول انا ما انتبهت لانواركم نهائيا، ما انتبهت الا يوم جاني طلق الرشاش. بعدين قالوا له منو الناس
اللي معاك هذولي؟ قال هذولي ناس ابغى اطلعهم عند ابو وافي. يقول عمر وانا قاعد اقول في نفسي من ابو وافي ذا؟ المهم انا كنت موجود على الباب اللي على اليمين، الا واحد ويفتح الباب قال لي انزل، وناظر فيه نظرات وانا خايف، وانا قاعد يدور في راسي اقول يا عمر يا غبي وش حطك في الموقف هذا؟ لوك راجع عند عمانك وخوالك والله العظيم ابرك لك. قال لي تسمع الكلام ولا ما تسمع؟ انزل. وانزل يا جماعه الخير من السياره. قال لي اي شيء ثمين معاك طلعه. قلت له والله ما معي شيء ثمين ولا املك اي شيء. قال لي اسمع ترى احنا منا موجودين في المدينه، القت رشاش واحده انهي فيها حياتي، يلا طلع لي معك. قلت له يا ابن الحلال فتشني واذا حصلت شيء اهو لك، ما معي اي شيء، انا جاي خالي اليدين، انا جاي اصلا ما ادري وش راح يصير لي قدام، انا جاي ما ادري انا حي ولا ميت، انا جاي ابغى الفكه بس. شوي للرجال اللي قدامي يقول تحسب انك يعني بتوجع قلبي او بتكسر قلبي؟ اللي يحط يده كذا على خدي قال يا بابا هنا ما في اي رحمه، هنا ما في الا القوي ياكل الضعيف، وانت فهمها على الشيء اللي انت تبغاه. الا شويه جماعه الخير يحط يده كذا على جيوبي ويطق صدري من قدام وصدري من على اليمين ويسار ويطق ظهري وبين رجولي، ما حصل ولا شيء معاي. وشويه جماعه الخير سوى حركه وكنت خايف من الحركه هذه من زمان، سحب الرشاش وحطه يا جماعه الخير في نص صدري. قال لي وش اسمك؟ وانا بكل خوف انا اسمي عمر. قال لا تخاف يا عمر ما راح تحس بشيء، طلقه واحده بس. قلت له يا اخي تكفى، تكفى والله العظيم اني ابغى اعيش، تكفى اني طالبك توني بعمر 19 سنه، تكفى لا تنهي حياتي بالسهوله هذه. قال لا لا ما في تكفى. وانا قاعد اناظر يده خلاص بيطلق، اشوف يده من سحب لم الزناد. والله العظيم يا جماعه الخير انه طلق، ولكن كان السلاح مفرغ وما في اي رصاصه. تسمع صوت كذا ترق، واللي جنبه كلهم يضحكون واخوياه كلهم يضحكون ضحك غليظ ومزح ثقيل. بعدين قال لي يا غبي ما تشوف مشطف يدي. المهم بعد الموقف هذا يا جماعة الخير انهرت واستلقيت على كفر السيارة وصرت اصيح حبة حبة يا جماعة الخير. من كثر الصياح صرت استفرغ، الله يكرم السامعين. يقول حسيت ان حياتي راح تزهق بلمح البصر، حسيت ان الدنيا كلها دارت علي وجت في راسي انا. المهم فتشوا الناس اللي معاي في السيارة واللي خذوا منه ساعة واللي خذوا منه فلوس، وانا الحمد لله ان ما كان معاي ولا شيء، معاي مبلغ بسيط وحاطه في الجيب حق المرتبة اللي قدام وكنت ماني حاسب له حساب. المهم يا الربع بعد ما فتشوهم كلهم قرروا يمشونا، قالوا امشوا امشوا. واحنا ماشيين ركبنا الا سجاد ركب قدام وقال عمر تعال قدام شوي. قلت له ليه؟ قال تعال قدام جنبي تعال. عرفت يا جماعه الخير ان سجاد صدق ان الشغله اللي قاعد يشتغلها شغله غير قانونيه، ولكن كان رحوم وحليم في نفس الوقت وكان يعاملنا كانه عياله. ركبت معاه قدام وقال لي اسمع يا عمر لا يهمك الموقف هذا ولا ياثر فيك، صدقني يا عمر هذا اصعب موقف ممكن تحصله، والحمد لله انك واجهت الدنيا هذه من النهايه، وبما انك واجهتها من نهاية المشاكل الثانية راح تكون لك مشاكل بسيطة مرة. بعدين قال الحين انت يا عمر وش عندك جاي؟ وش هدفك الاساسي وش صاير؟ وصرت يا جماعة الخير اشرح لسجاد سالفتي من البداية للنهاية. قلت له ان ابوي انصرق من اعز اخوياه وابوي افلس وقال لي ارجع لدولتي، يوم جيت ارجع لدولتي حسيت الخيار للرجوع لدولتي خيار مو بكويس، فقررت اني اطلع تهريب عن طريق البر واروح لاجئ لمنطقة ثانية عشان اخذ حقوقي كاملة واعيش هناك. الا سجاد جماعة الخير يقول لي عمر لا تخاف وشد حيلك وباذن الله راح تكون واصل لهدفك اللي انت تبغاه، انت اهم شيء عندك هدف قاعد تتبعه. يقول عمر انا قلت له إيه عندي هدف وانا ما ادري اصلا ذيك الايام وشو الهدف. قال بما ان عندك هدف قاعد تتبعه وحلم بالشيء هذا راح يصير، وان شاء الله بتروح هناك وبيعطونك الجنسيه اللي انت تبغى تعيش فيها وبيصرفون لك مكافآت شهريه تقدر تمشي فيها حياتك. واسمع هذا رقمي خله معاك ولكن لا تتصل علي الا يوم الجمعه، لان يوم الجمعه انا اكون عند اهلي في بيتهم ويكون الجوال معاي واغراضي كلها معي، اما في الايام الثانيه بتحصلني قاعد اهرب الناس من منطقه لمنطقه، وبعد شوي بنوصل منطقه والمنطقه هذه باذن الله امنه، تقدر تحط راسك فيها وتنام. وصدق يا جماعه الخير وصلنا لهذه المنطقه، وقفنا على جنب ونزلنا بعد ما هداني سجاد الله يعطيه العافيه. المهم فرشنا مفارشنا يا جماعه الخير ونمنا. المهم وانا غاط في النومه اسمع صوت يا جماعه الخير شيء غريب قاعد يمشي، وقاعد يمشي اختلاسا، يعني قاعد يمشي على اطراف مشطه. قلت هذا مين؟ وافتح عيني شوي واسحب المفرش شوي. ألاحظ يا جماعة الخير شخص غريب جاي لمنا وقاعد يمشي شوي شوي. فأول ما شفته غريب على طول صرخت قلت له سجاد. إلا الرجال هذا يا جماعة الخير يقول والله إني مسالم، تكفون إني مسالم ولكن أبغى تكفون شيء آكله، وأنا الناجي الوحيد اللي كنت مع الناس اللي رحت معهم تهريب، تكفون بس أبغى شيء أحطه في ذمي أو أبغى شيء أشربه، والله إني ماني مسلح ولا أملك أي نية شر تجاك، تكفون عطوني بس شيء آكله وأشربه. يقول عمر أنا في هذا الوقت
وقت. قاعد افكر اقول هذا من وين طلع؟ كيف طلع؟ في البر الخالي هذا؟ هذا جن ولا انس؟ او هذا انسان غير طبيعي؟ يعني نسبة انه ينجو من الموت 0.0009، يعني نسبة ضئيلة مرة. سبحان الله اللي كتب انه يلتقي فينا هنا ونساعده في هذه اللحظة. الا قمت انا وعطيته يا جماعة الخير موية، وعطيته بعض الفواكه اللي معنا، ولكن مؤونتنا كانت ما هي المؤونة الكبيرة، مؤونة بسيطة وواضح انها راح تقضى خلال ساعات بسيطة، ولكن رحمت الرجال بعد ما شفته. المهم يا جماعة الخير، بعد ما خلصنا أكلنا وساعدنا الرجال اللي معنا، ركبنا سيارتنا بنروح للمنطقة الأخيرة. المنطقة الأخيرة اللي راح يسلمنا سجاد لأبو وافي. الرجال اللي ساعدناه قال يا جماعة الخير تقدرون توصلوني قدام؟ قلنا له خلاص ما عندك مشكلة تعال معنا. ركب سجاد معنا يا جماعة الخير وتحركنا للمنطقة هذه. وإحنا على الطريق اللي يقولنا سجاد اسمعوا، الخطوة القادمة راح تكون يا عمر أنت واللي معاه راح تكون صعبة، فأبغاكم تكونون مستجمعين كامل قواكم، ولا تنسون أنكم تشربون موية واجد عشان ما تفقدون تركيزكم من الشمس. يقول عمر قلت على طول سجاد يعني شلون؟ قال لأن الطريق اللي راح تروحون له بعد شوي هو أخطر خطوة موجودة في هذه المرحلة، إذا أنتوا تعديتوها أنتوا على طول راح تطلعون لبلدة ثانية وأبو وافي راح يعلمكم كل شيء هناك. قلنا له زين كم بقي لنا على النقطة هذه عشان نوصل؟ قال يبغالنا بس أبو ساعة ونص وراح نكون متواجدين هناك بإذن الله. وصدق يا جماعة الخير ما مرت إلا ساعة وربع ساعة ونص إلا إحنا في نفس المكان اللي حدده لنا سجاد. وقف يا جماعة الخير عند شجرة مربوط عليها نفس الخيشة، وعرفت ان وجود الخيشة هذه رمز للناس اللي موجودين في البر، فوقف عندها يا جماعة الخير ونزل ونزلنا معاه. شوي قال لي سجاد يا عمر روح للشجرة هذيك راح تحصل على الخيشة رقم تردد اللي هو عشان يحطه في جهاز الندى. قال بالله جيب لي التردد وتعال. وصدق يا جماعة الخير واصير امشي على رجولي لين وصلت لهذه الخيشة اللي هي مربوطة على الشجرة هذه نفسها، وكان مكتوب عليها يا جماعة الخير تردد 102. رجعت على طول لسجاد وقلت له ان التردد يا سجاد 102. وصدق سجاد ياخذ الجهاز حقه ويضغط بعد ترد احنا وصلنا عند المنطقة. واذا تسمعنا حاول تجينا في اسرع وقت. اللي يرد علينا يا جماعة الخير جهاز ثاني. اي نعم اسمعكم والان راح اجيكم. لا تتحركون من مكانكم ابغالي 10 دقائق الى ربع ساعة. انا في الجبل اللي على يساركم. الا سجاد يرفع الجهاز ويقول لا احنا في انتظارك. شوي قالنا سجاد يلا يا جماعة الخير نزلوا اغراضكم ونزلوا كل شيء لكم. انا لهنا انتهت رحلتي. واتمنى لكم التوفيق وين ما رحتوا وين ما جيتوا. بعدين نظر فيني وقال لي عمر لا تنسى الوعد اللي بيني وبينك. اي شيء تحتاجه اتصل عليه. رقمي موجود عندك. قلت له يعطيك العافية يا سجاد. لحظات يا جماعة الخير إلا نزلنا جيب من على الجبل، جيب كذا مجهز للطرق الوعرة حرفيا، ولكن كان جيب قديم ما هو من الجيوب الجديدة. وقف عندنا إلا في 2 راكبين قدام. اللي قاعد يسوق واضح إنه أبو وافي، ولكن اللي جنب أبو وافي ما أدري منه. شوي الأبو وافي نزلوا معاه رجال ما أعرف وش اسمه. قالنا خلاص اركبوا وحطوا أمتعتكم هنا، ولكن في واحد زايد معكم هذا مين؟ إلا شوي قال سجاد هذا الشخص حصلناه هناك وما نعرف والله وش سالفته بالكامل، ولكن قال وصلوني هنا وصلناه. شوي ابو وافي قال معليش ما اقدر اركبك معاي. قال لا تكفى اني طالبك ابغى اركب معاك بس وصلني قدام. قال لا والله للاسف ما اقدر اركب معاك نهائيا. الا شوي سجاد قال خلاص وش رايك ترجع معاي وارجعك لمنطقتي وخلاص تعيش في المنطقه هذه. طبعا انا طبيعتي من اول ما طلعت لمنطقتي وانا احفظ لوح السيارات، ما ادري هو خوف ولا الموضوع هذا طبيعي، كنت احفظ لوح السيارات اللي اركب معهم. كانت لوحه سياره سجاد 979 بعد 3 5 وحروف، والحروف ما ادري وش كانت. المهم ركبت مع ابو وافي وانا حافظ المعلومات الخاصه بسيارته، يعني اللي يشوفني يقول ممكن معاي جهاز ندى ممكن ابلغ اي جهه ثانيه، ولكن من خوفي وحرصي صرت احفظ لوح السيارات لين بعدين. المهم نركب مع ابو وافي يا جماعه الخير وصار ابو وافي يعرف عن نفسه. قال انا ابو وافي شخص اشتغل في التهريب بين الجبال، والمنطقه اللي قدامنا هذه راح تكون منطقه شوي جبليه، والمنطقه الجبليه تحتاج شخص يكون خبير فيها. اما الشخص اللي جنبي هذا شخص اسمه سامح، ما بيني وبينه علاقه كبيره ولكن تعرفت عليه من قريب وقاعد علم طرق الجبال عشان يتدرب عليها لانه بعدين بيشتغل محلي. قلت له زين. قلنا له ابد حياكم الله، وصار يقولنا عرفوني عن اسمائكم. صرت انا اقول له انا اسمي عمر واللي جنبي قاعدين يعرفون باسمائهم. المهم قال رحلتكم هذه راح تكون 4 ايام، منها ترى راح تكون بسياره ومنها ترى راح يكون فيها سيرا على الاقدام. بعد ما نمشي على اقدامنا شوي راح نطلع المنطقه وفي سياره ثانيه هناك بنستخدمها عشان نوصل فيها للمنطقه الثالثه. والمنطقه الثالثه راح اشرح لكم اياها بعدين، ولكن خلنا نمر من هذه العقبه اللي احنا فيها وباذن الله
خير. المهم يا جماعة الخير، كملنا في طريقنا وإحنا داخل السيارة هذه، سيارة مرتفعة شوي، واضحة أنها من السيارات المخصصة للطرق الوعرة هذه. المهم مرينا من عند الطرق شوي، هذا اللي اسمه سامح يسأل أبو وافي، يقول له يعني أنت كيف عرفت للطرق هذه؟ قال أنا بعلمك كل شيء الآن. أبغاك إذا جاك الجبل هذا على يدك اليمين، أنت تكون متنصف الطريق لين حرفيا يجيك جبل في وجهك، بعدها تطلع يسار. المهم صار يعلمه شروحات مخصصة للطرق. المهم صار أبو وافي صدق قاعد يعلم سامح كيف يدل في هذه الطرق اللي قدامه، وأبو وافي شخص خبير، صار يدخل فينا بين الجبال يودينا يمين ويسار. والجبال هذه يعني جبال حجرية، ما هي جبال رملية، ممكن تقول جبال رملية بسيطة، ولكن جبال حجرية عريقة مرة. كان يعرف يتصرف في هذه المواقف بشكل محكم. المهم قطعنا ما يقارب يا جماعة الخير في هذه الجبال ما يقارب ساعتين ونص، جاني تعب غير طبيعي، والشمس قاعدة تصقع فيني وأحس ودي أنام، وصدق يا الربع وأسدح راسي وأنام، أبغى أخذ لي قيلولة بس أستجمع فيها قواي، وظهري ورجولي صارت توجعني وجع غير طبيعي. المهم انسدحت كذا على جنب ونمت. بعد مرور وقت، وذاك الوقت ما كان وقت محسوب وما كنت أدري كم مر في ذاك الوقت، فجأة إلا سيارة أبو وافي موقفة. إلا أبو وافي يقول يلا انزلوا. إلا وين؟ قال عمر أنت آخر واحد يسأل، أنت لك الحد الآن 6 ساعات نايم وتقول وين؟ انزل انزل، إحنا اللي نبغى نريح الآن وننام. وناظر قلت أنا لي 6 ساعات نايم؟ قال ممكن أكثر، من أول ما ركبت معنا في السيارة وأنت نايم. صدق يا جماعة الخير أدركني النوم وأنا ما أدري، وناظر في اللي جنبي وأقول لهم يا عيال صادقين أنتوا أنا نايم 6 ساعات؟ قالوا لي عمر والله إنك نمت نومة مو طبيعية، واضح إن التعب ماكلك. قلت لهم الحمد لله إني نمت. وصدق يا الربع ويفرشون اللي هي المفارش هذه المخصصة للبر اللي تكون كذا بسحاب اللي يسحبونه. المهم عطانا بوافي هذه المفارش المخصصة للبر، يقول عمر والله وادخل فيها وشيط واسحب السحاب كامل، ما بقيت إلا راسي. وانسدح، وكانوا منسدحين على شكل دائرة. المهم يا جماعة الخير أنا كنت منسدح ولكن ماني نايم، مرت الساعة الأولى الساعة الثانية أحاول أنام ماني قادر، والصدق جالي الجوع شوي، ولكن اللي جنبي كلهم نايمين وما أدري وش أسوي. مثل ما تعرفين المنطقة يعني غريبة يا رجل، تخاف حتى تقوم تروح للسيارة من قوة ما المنطقة موحشة. انسدحت وقلت اضغط على نفسك وإن شاء الله الأمور بتزين، وصدق يا الربع ضغطت على نفسي. بعد ما مرت 4 ساعات من جلستنا في ذاك المكان، إلا يا جماعة الخير لاحظت شيء غريب، سامح قاعد يقوم بشكل خفيف مرة، وأنا قاعد أناظر بعين وقاعد أدقق فيه. فتح السحاب، سمعت السحاب ينفتح شوي شوي، تشيك 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 لين فتح نصه. قام يا جماعة الخير من الفراش حقه وراح للسيارة وفتح الباب. يوم فتح الباب يقول عمر جهاز الندى إذا جيت تشغله أول ما تلفه تسمع فيه زي صوت الوشوشة، يعني كذا أول ما تقول طرق يطلع فيه إش كذا، بعدين تحط الموجة حقته. يقول إلا دخل وأسمع صوت جهاز الندى انفتح، واللي جنبي كلهم نايمين، ما أدري إيش سوى في جهاز الندى، ولكن يا جماعة الخير ما كنت أسمع يتكلم، وكنت متأكد إنه ما قال ولا كلمة. المهم أحسنت الظن وقلت ممكن في شيء هم متفقين يسوونه دائما، ونسى يسويه أبو وافي وهو راح سواه بداله. يقول فجأة دخل المفرشة ولكن ما قفل على نفسه. بعدها بشوي ألاحظ فيه نور غريب من فوق الجبل اللي ورانا، نور كذا غريب كان مولع بعد طفى. يقول عمر أنا ما انتبهت له ولكن كنت أشوفه كذا من فوق، لأني مستحيل إني أرفع راسي راح يعرف اللي هو أنت يا سامح إني أنا كنت صاحي. بس كت وقلت عمر خلك ساكت والله يستر من الشيء اللي راح يصير. مثل ما تعرفين يا جماعة الخير الجبال الصخرية يكون فيها حصى صغير. يقول عمر أسمع من ورا في واحد كأنه قاعد ينزل من الجبل وقاعد يدف بعض الحصيان برجله كذا، ما هو داري، ولكن كنت متأكد إن في واحد قاعد يمشي من ورانا ويبغى يجينا. المهم يوم قرب أنا غمضت عيني من الخوف وصرت أدعي من نفسي من جوا وأقول يا رب استرني، يا رب نجيني، يا رب لا يصير لنا شيء، خلنا نوصل سالمين غانمين. يقول عمر فجأة إلا أسمع يا جماعة الخير صوت طلق مسدس، راخ. سكت قلت يا ساتر في أحد مننا مات، واسمع واحد قاعد يصايح، ولكن صوته كان غريب. فتحت السحاب حقي وناظر يمين إلا أشوف يا جماعة الخير أبو وافي قاتل الشخص اللي نازل من الجبل. كنت أقول وشلون عرفه وشلون انتبه إن الشخص هذا نازل من الجبل وبيقتلنا، والسلاح هذا من وين طلعه؟ عرفت يا جماعة الخير في وقتها إن أبو وافي مو إنسان عادي، لا لا لا، أبو وافي إنسان خطير مرة. أبو وافي عنده الآي كيو مرتفع بشكل غير طبيعي، هالنايم قدر يذبح الشخص اللي وصل لنا قبل ما يسبب لنا أي ضرر. المهم قمنا
وقام ابو وافي وناظر الرجال هذا مين، وكان صدق الرجال اللي جاي من الجبل معاه سلاح. خذ السلاح منه ابو وافي وركب سيارته. الا سامح سوى يا جماعه الخير شيء غريب، وحسيت انه متفق مع الرجال هذا. سوى نفسه انه كانه توه صاحي من النوم، يقول عمر اشوفه قدامي يقول يا ساتر وش اللي صاير، كانه صدق شخص توه قايم. عرفت يا جماعه الخير ان سامح هذا شخص خبيث مره، ولكن متى يجي الوقت اللي اقول لابو وافي الموضوع اللي صار. المهم كملنا ليلتنا هذيك الليله المرعبه، والحمد لله كملناها بسلام. نمنا يوم صحينا ركبنا السياره، وانا في قلبي ابغى اقول لابو وافي ان سامح تراه شخص مو بكويس، وابغى احذره منه قبل ما يجيب فينا العيد. المهم كملنا طريقنا. المهم يا جماعه الخير كملنا طريقنا، ومر على رحلتي بعد ما سلمني سجاد لابو وافي ما يقارب يوم كامل. وصلنا يا جماعه الخير لنفس القريه، والقريه هذه قريه بسيطه مره، ممكن ما فيها الا 8 أو 9 بيوت، وفي نفس الناس اللي قاعده تبيع ماكولات وفواكه وخضار. المهم وصلنا لها ووقفنا عندها، قالنا ابو وافي يلا بننزل الان عشان نجيب لنا مؤونه عشان نقدر ناكل ونشرب على راحتنا، والمؤونه اللي عندنا شبه خلصت. يقول عمر انا قلت في نفسي هذا الوقت المناسب اللي اصيد فيه ابو وافي واقول له الموضوع اللي صار، الموضوع ان سامح راح لسيارته واستخدم جهاز الندى. صدق وتوزعنا، وسامح راح يمين وابو وافي راح يسار، والعيال اللي معنا كل واحد نزل يشتري. وقالنا ابو وافي بعد 30 دقيقه او نص ساعه نتواجه عند السياره لحد يتاخر. صرت امشي ورا ابو وافي عشان اقول له الموضوع. لاحظت ان ابو وافي دخل محل يبيع اللي هو المرطبات او المياه، وكان يشتري منه، وقربت لما وقلت لابو وافي انا بقول لك كلام ولكن خايف. ناظر فيني كذا قال وش اللي مخوفك يا عمر؟ قلت له اسمع ترى معنا في الرحله شخص خاين. قال شخص خاين؟ وش دراك انت؟ قلت انا شفت موقف وانت تحكم. قال لي ابو وافي دقيقه بشتري اغراض ونطلع ونسولف سوا. قلت له زين. قلت له ابو وافي في ذاك اليوم ويوم كنا نايمين ترى شفت سامح صحى من النوم وراح لسيارتك واستخدم جهاز الندى، بعدها بلحظات جاء الرجال اللي من فوق الجبل، وبعد انت ما قتلته ترى سوى نفسه انه توه صاحي وما يدري عن اي شيء. قال لي عمر متاكد من الكلام اللي قاعد تقوله؟ قلت له اي والله اني متاكد. قال طيب وش يثبت ان كلامك صح وانك انسان صادق؟ طبعا في هذه الرحله انا مالي الا مين، مالي يا جماعه الخير الا اسال سجاد. قلت له وش رايك تتواصل مع سجاد وهو يعلمك بكل شيء؟ قال لي سجاد بعيد عن المنطقه هذه وجهاز الندى ما يغطي الا 6-7 كيلو، من الصعب اني اوصل له، ولكن بما ان الموضوع كذا انا بحاول اوصل له. تعال معي السياره الان. شرى الاغراض يا جماعه الخير وجلسنا في السياره، باقي لنا ما يقارب 20 دقيقه على موعد الاتفاق اللي يجون فيه الشباب اللي يرفع جهاز الندى ويخلي يا جماعه الخير واحد يتواصل مع واحد يتواصل مع واحد عشان يتواصلون لسجاد. يعني المنطقه الف تتواصل مع المنطقه باء، والمنطقه باء تتواصل مع المنطقه جيم عشان يوصلون اللي هو الدال اللي هو سجاد. وصدق وكلمهم خلال 4 أو 5 دقائق اللي يجيه رد، وذاك الرد كان صادم. قالوا له ان سجاد تعرض للغدر ومات. اول ما سمعت الكلمه هذه وجعني قلبي، وجعني قلبي الشخص اللي كان يهديني في السياره واللي واجه المصاعب عشان يوصلنا للمنطقه هذه، تعرض الغدر ومات. فجاه قلت لابو وافي من اللي غدر به؟ الا صدق يا جماعه الخير يسالهم ابو وافي ويردون بعد دقيقه او دقيقه ونص، قالوا ان الشخص اللي كان محمله معاه في السياره اقتله ونزله من سيارته وخذ سياره سجاد ومشى فيها. والموقف هذا يا جماعه الخير صدمني بشكل كبير. هل من الممكن في ناس في حياتنا تقدم لها خدمة وتستغلك عشان تغدر فيك وتطعم فيك في ظهرك؟ اعوذ بالله من شر الغدر. المهم يا جماعة الخير قلت لابو وافي يا ابو وافي ما في اي شيء يثبت كلامي، ولكن ترى اقسم بالله العظيم ان سامح تراه شخص ما يستحق الثقة اللي انت معطيه اياه، والافضل عشان مر بسلام تتخلص منه بسرعة. قال لي زين زين. المهم يا جماعة الخير الا ابو وافي قال لي اسمع عمر انا بديت اصدق، انا راح اعطيك سلاح، ولكن ترى يا عمر تراني والله العظيم اثق فيك. السلاح هذا خله معاك في المرتبة اللي ورا، اللحظة اللي تحس فيها ان سامح قرر يغدر فينا طلع السلاح واطلق عليه. قلت له ابو وافي ابشر وما يصير خاطرك الا طيب. صدق يا الربع خلصت ال 20 دقيقه الا جو هذول اللي معنا، وركبوا معنا السياره وركب سامح قدام على الباب. المهم شغل سيارته ابو وافي ومشينا. المهم انه قاعدين نمشي يا جماعه الخير سامح قال وقفوا ابغى اقضي حاجتي. قال ابو وافي خلاص قدام راح اوقفك، عطني ابو 5 دقائق بس للمنطقه اللي احنا فيها، منطقه شوي خطيره. وصدق تقدمنا يا جماعه الخير، وقف ابو وافي على جنب ونزل سامح وراح من ورا السياره على انه يبغى يقضي حاجته. وكان يا جماعة الخير أبو وافي في ذاك الوقت منزل كل الدرايش حقت السيارة. إلا يا جماعة الخير سامح يا جماعة الخير راح من ورا السيارة وقعد كذا أبو دقيقة، بعدها راح من عند باب السواق اللي هو باب أبو وافي ويطلع الفرد ويأشر على أبو وافي فيه. قال لأبو وافي انزل من السيارة. إلا أبو وافي يقول له يا سامح يا سامح استهدي بالله، لا تنسى يا سامح إني أنا ساعدتك في وقت أنت فيه على وشك الموت، يا سامح استهدي بالله، يا سامح يرحم والديك استهدي بالله. يقول عمر يوم شفت الموقف كذا يقول وأنا
ادخل يدي تحت واحاول اسحب الفرد اللي اعطاني اياه ابو وافي، ولاحظ ان ابو وافي يا جماعه الخير يطق بالمرتبه كذا، يعني كانه يقول افهم يا عمر، طلع الفرد واطلق عليه. واسحب يا جماعه الخير الفرد، والله العظيم وانا ساحب الفرد ماني قاعد احس بخوف نهائيا، وتذكرت كلام سجاد الله يرحمه يوم قال لي الحمد لله انك واجهت اخطر المصايب من اول الرحله. واسحب الفرد واشر عليه وعلى طول بدون تهديد واطلق عليه الطلقه الاولى والطلقه الثانيه، الا يا جماعه الخير الا سامح يطيع على الارض، وينزل ابو وافي من السياره ويشوت السلاح من عنده ويخنقه. انا ساعدتك واخر شيء تغدر فيني. مع هذا الموقف يا جماعه الخير عرفت ذيك الحاله اللي تجيك اللي تسوي عزل صوت للي جنبك كلهم، قلت يا ساتر انا الان قتلت واحد، وزياده على كذا الطريق اللي قاعد اروح فيه طريق مره خطير، الله يعيني على المستقبل اللي قدام. المهم ابو وافي خلص من سامح يا جماعه الخير وقطع على جنب وركبنا السياره وكملنا وخليناه، والان متوجهين المنطقه راح تكون منطقه نعبر فيها الحدود البحريه. المهم يا جماعة الخير يقول عمر أبو وافي مشى بالسيارة وكان باقي على الحدود البحرية ما يقارب 3 ساعات. قالنا أبو وافي اسمعوا، قبل ما نوصل للحدود البحرية راح ندخل هنا دولة قريبة، ولكن قبل ما ندخلها راح نقابل شخص، والشخص هذا راح يقدم لنا خدمة راح تفيدنا قدام. قلت له أبو وافي وش الخدمة اللي راح يقدمها؟ قال راح يبيعنا الرجال هذا جوازات مزورة. قلت له أبو وافي وليه ناخذ جوازات مزورة؟ وليه نخلي معنا هويات؟ احنا نبغى ندخل الدولة هذيك عشان ندخل تحت الحماية حقتهم ويدخلونا في برنامج التأهيل الخاص فيهم. قال اسمعني يا عمر، بعد ما نطلع من البحر الدولة الثانية راح تكون اكثر حماية وما راح نقدر نتحرك على كيفنا وراحتنا، فالافضل ان احنا ناخذ جوازات من هنا وبعدها نطلع البحر ونروح على الدولة الثانية، ولكن بكيفكم، ترى اقدر اشتري لكم جوازات من الدولة نفسها اللي بعد البحر، ولكن اخاف ان احنا نمسك اول ما ندخل هناك. قلت له ابو وافي اللي تشوفه احنا معاك فيه وابد سوي اللي تبغاه. وصدق يا جماعة الخير ابو وافي طلع على احد الطرق المعبدة، طرق رسمية مخصصة لاحد الدول، والله ويمسك الطريق قبل ما نوصل الدولة المقصودة، اللي يطلع الجوال ابو وافي يا جماعة الخير ويتصل على احد الاشخاص الموجودين هناك. السلام عليكم. هذاك رد عليه وقال له عليكم السلام. قال له اسمع، احنا موجودين على حدود الدولة حقتكم ونبغى منك 4 جوازات الان. قال خلاص زودوني بالاسماء ونزودها بالاسماء الخاصة فينا. قال طيب يا ابو وافي ارسل لي صور لهم. قال الان بتجيك الصور. الا ابو وافي يا جماعة الخير يقوم يصورنا بجواله صور عادية مرة، يصورني انا ويصور الناس اللي معي. بعد ما صورهم ارسلهم للرجال اللي راح يضبطنا الجوازات. قال اعطوني يوم باذن الله الجوازات راح تكون عندكم. قلنا له خلاص زين احنا في انتظار. يقول عمر ابو وافي راح لاحد محطات الوقود، وقف فيها سيارته وصار يعبي بنزين. انا نزلت ورحت لدورة المياه بقضي حاجتي اكرمكم الله. وانا نازل من السياره يا جماعه الخير الا كانت ورانا سياره الشرطه قاعده تعبي البنزين لسيارتهم، وسوي نفسي طبيعي كان ما في شيء، والشرطي يا جماعه الخير قاعد الاحظ انه يناظر فيني، شكلي غريب واضح اني ماني من بلدتهم نهائيا. يقول وانا رايح متوجه لدورة المياه الا اسمع الشرطي يفتح باب سيارته يبغى ينزل، ما ادري هو بيلحقني او حتى هو يبغى يروح لدورة المياه. يقول له هو يمشي وراي لين وصلت يا جماعة الخير لدورة المياه حقة المحطة، وافتح باب الحمام وادخل واقضي حاجتي واطلع. وانا طالع يا الربع الا العسكري يناظر فيني كذا بعيونه، بعدين قال لي سؤال وما فهمت ايش قاعد يقول، الا هو يا جماعة الخير يقرب من عندي. المهم قال لي حركة فهمت انه قاعد يقول لي وقف، وقفت ويمسكني ويحطني على الجدار ويصير يا جماعة الخير يفتشني، بعدين فهمت عليه انه يبغى الهوية حقتي. قلت له الهوية ان هي ما هي معاي، وانا قاعد المح له بالاشارة اقول ان شاء الله انه هو يفهم. قال لي مو معاك الهوية؟ قلت له ايه، وياخذني يا جماعة الخير ويركبني في سيارة الشرطة حقتهم. من هنا ايقنت ان الطريق اللي قطعته كله انتهى هباء منثورا، وحسيت ان خلاص الدنيا تقفلت علي. وانا راكب السياره اللي اشوف ابو وافي قدامي بالسياره، الا ابو وافي نزل من سيارته وجاي يكلمهم. يقول مهم قاعد يكلمهم بلغه انا ما افهمها. المهم صار يشرح لهم، بعد ما شرح لهم يا جماعه الخير رفضوا ينزلوني. قام ابو وافي وطلع مبلغ مادي واعطاهم اياه، بعد نزلوني من السياره وعرفت ان هذول العساكر عساكر مرتجين. المهم خذاني ابو وافي وقال لي يا ولد صار عليك، وش كان يبغى منك؟ قلت له يا ابو وافي دخلت دوره المياه، بعد جاء سولف معي وما فهمت ايش قاعد يقول، بعد قبض علي ودخلني السياره. ولكن الموقف هذا وضح لي ان ابو وافي يعرف للاساليب العسكريه اللي عندهم، ويعرف هم كيف قاعدين يتعاملون مع الشعب، وبرضو عرفت انهم قاعدين يمشون عن طريق الفلوس. المهم طلعنا من المحطه وانتظرنا في مكان لين يجي اليوم الثاني، وصدق يا جماعه الخير مرت ساعات الا احنا في صباح اليوم الثاني ونروح للرجال اللي راح يضبطنا الجوازات المزوره. والله ورحنا له يا جماعه الخير الا ويسلمنا 4 جوازات، جوازات كانها حقيقيه فيها صورنا وفيها هوياتنا وفيها كل شيء. الصدق استانست بعد ما شفت
شفتها، لأني حسيت إنها جوازات حقيقية. وطلعنا من عند الرجال هذا، الآن راح نروح يا جماعة الخير للحدود البحرية اللي راح نقطع فيها الدولة هذه ونوصل للدولة الثانية عن طريق البحر. المهم يقول أبو وافي ترى المسافة ما راح تكون طويلة، تراها ما يقارب 20 كيلو إلى 30 كيلو بإذن الله نحن نمر بشكل سريع. ولكن اسمعوا، إذا صار أي موقف لحد يرتبك منكم ويخاف، حاولوا إنكم تجسدون نفسكم شخصيات وكأنكم من هذا البلد، لأن لو لاحظ فيك أي ارتباك بسيط صدقني راح ياخذك ويوديك السجن. قلت له زين يا أبو وافي ولا تشيل هم، والله يا الربع ونروح لين الحدود البحرية هذه إلا في راعي قارب يا جماعة الخير وهو أحد قوارب الصيد. ووصلنا بالتحديد في ذيك المنطقة على الساعة 1 الليل، لأن أبو وافي يقول لازم نتحرك في الليل عشان ما حد يشوفنا ولا حد ينتبه لنا نهائيا. وصدق يا جماعة الخير قالنا أبو وافي خلاص أنا إلى هنا انتهت مهمتي، الآن راح تطلعون مع الرجال هذا وراح ياخذكم المكان في الجهة الثانية وراح يوصلكم عند شخص اسمه سطام، وسطام هو اللي راح يستلم أموركم ويعلمكم كل شيء. أنا إلى هنا أديت مهمتي بنجاح وكان الله في عونكم ومع السلامة. المهم ركبنا مع الرجال هذا الغريب اللي ما ندري منه، قال لنا التزموا الهدوء راح نطلع الآن بالقارب هذا بإذن الله ما راح يمر ساعتين إلى 3 ساعات إلا إحنا في الدولة الثانية، وراح نطلع من الآن الساعة 1 وبإذن الله الساعة 4 إحنا راح نكون موجودين هناك. وصدق يا جماعة الخير خذانا هذا بالقارب ودعس فينا وكان ما يسرع بشكل جنوني، له كان مهدي. وكان يا جماعة الخير القارب هذا قديم وسرعته ما هي من السرعات العالية. وصدق يا الربع بعد مرور 3 ساعات إلا إحنا على طرف الدولة جديدة. ولكن هل الدولة هذه هي الدولة المقصودة اللي أنا أقصدها واللي أنا أبغى أعيش فيها؟ لا، انتظرنا يا جماعة الخير لين جانا سطام اللي قالنا عنه أبو وافي، جانا سلم علينا مرحبا أخباركم طيبين عمر وصار يعددنا بالأسماء. قلت له إيه نعم، قال يلا تعالوا امشوا معي، جوازاتكم معكم؟ قلنا إيه جوازاتنا معنا، قال خلاص تعالوا اركبوا معي السيارة. المهم يا جماعة الخير رحنا لسيارته اللي هي سيارة كرفان، عرفتوا الكرفان هذا البيت المتنقل؟ قال اركبوا ورا، وركبنا يا جماعة الخير في البيت اللي موجود ورا. طبعا احنا قاعدين نسولف معاه لأنه هو قاعد يسوق قدام. قلنا له سطام ليه انت جايب ذا السيارة والسيارة هذه ما هي قاعدة أهلنا راح تنقل من مكان إلى مكان؟ قال جايب هذه السيارة لأن المنطقة هذه منطقة فيها أمن عالي مرة، الكرفان هذا يحيلهم إن إحنا ناس رايحين نغير جو لأن هنا في الشواطئ المخصصة للصيد. قلت له زين. المهم قال راح نطلع الآن ولكن راح نمر على نقطتين تفتيش، فخلوا جوازاتكم هنا عندي قدام وانتوا خلوكم ورا، لو جاء العسكري على طول أسلم الجوازات بيجي ناظر في وجهكم ما راح يركز بسرعة. قلت له أبد يا سطام ما عندك مشكلة. وصدق خلينا الجوازات عنده قدام وقعدنا ورا. يقول عمر أنا جالس في نص الكرفان ورا ولكن قاعد اشوف القزازه اللي قدام حقه السواق، اشوف قدامي يا جماعه الخير اللي هي نقطه التفتيش. لا اخفيكم من بعد ما شفت نقطه التفتيش والموقف اللي صار لي قبل مع العسكري عند المحطه بدا يجيني الارتباك والتوتر. يقول مر من عند التفتيش ولا ينزل الشباك اللي هو سطام، قالوا له من اللي معاك؟ ويتفرجون من ورا، قالوا لنا خلاص تعالوا تقدموا نبغى نشوف وجيهكم. الا سطام يعطيه يا جماعه الخير اللي هي الجوازات حقتنا، يناظر في الجوازات وينادينا بالاسماء ويقلبها، بعدين قالنا يا جماعه الخير خلاص امشوا. يقول عمر انا قلت الحمد لله ان مر هذا الموضوع بسلام ولكن بعدها في نقطة تفتيش والنقطة التفتيش هذه مرة خطيرة وكنت انتظر نقطة التفتيش هذه ولكن سطام قال لي بما ان تعدينا نقطة التفتيش هذه النقطة الثانية راح تكون بعد 40 او 50 كيلو ولكن قبل ما نروح من هنا راح نمر احد المزارع وراح ناخذ احد السيارات الكبيرة اللي هي السيارات المخصصة في نقل الاعلاف وراح نخليكم تدخلون جوا او تتخبون جوا السيارة هذه وباذن الله نحن نقدر نمر من عندهم. قال لان التفتيش هذاك مربوط ببصمة اليد والعين مستحيل جوازاتكم تقبل نهائيا لان البصمات مختلفه بشكل كبير. وصدق يا الربع مر سطام الى احد المزارع الموجوده عندهم، وقف خذ سياره نفس الدينه كذا او الشاحنه الكبيره وصدق صارت يا جماعه الخير محمله اعلاف داخلها. قالنا سطام ادخلوا جوا الاعلاف وصار يقفل علينا، قال باذن الله بعد النقطه هذه اللي هي نقطه المزرعه يبعد عننا التفتيش ما يقارب 25 كيلو اتحملوا شوي لين نوصل هناك. المهم يا جماعه الخير قربنا لنقطه التفتيش. يقول عمر كيف عرفت ان احنا قربنا؟ يقول لاحظت ان سطام قاعد يهدي بالسياره وما هو قاعد يسرع السرعه الجنونيه اللي كان يسرعها قبل. المهم وصلنا لنقطه التفتيش وطولوا نقاط التفتيش. المهم اللي اسمع يا جماعه الخير عسكريين يمشون من جنب السياره واسمع البساطير وهي قاعده تمشي واشوفهم قاعدين يفتشون في الاعلاف الموجوده في السياره، فتشوا يمين فتشوا يسار الا شويه يا جماعه الخير افتحوا الباب اللي ورا حق السياره. قلت بس هذه اللحظه اللي راح انكشف فيها، دوروا يمين دوروا يسار واسمعهم قاعدين يحركون اللي هي هذه المكعبات
الكاميرات حقت العلف ما زادوا التفتيش وقفلوا الباب وخلونا نمشي. يقول عمر والله العظيم يا اني كنت على اعصابي بشكل ما تتوقعونه. يقول المهم تعدينا المنطقة هذيك والحمد لله انها مرت بسلام، الا صدق بعد 30 دقيقة اللي يوقف سطام وننزل من السيارة ونركب كلنا قدام معه وقال الحمد لله ان احنا مرينا من هنا. المهم يا جماعة الخير، يقول عمر كملنا الطريق مع سطام وقالنا سطام بإذن الله بعد ساعتين راح نوصل للمكان الموعود اللي سويتوا معها الاتفاق انه يوصلكم هنا، وراح اعلمكم وين راح تتوجهون والاسلوب اللي راح تسوونه. قلنا له خلاص زين. المهم مرت الساعتين اللي قالنا عنها سطام، بعدين وقف في منطقة برية خالية ما فيها احد نهائيا، فقال هذا المكان اللي اتفقنا ان احنا نوصلكم له. نظرت فيه قلت له يا سطام وين نروح؟ المنطقة هذه كلها بر، وين نتوجه بالضبط؟ قال الله يسلمك، انا الاتفاق اللي معاي اني اوصلكم لين هنا، الان راح تقطعون المسافة هذه كلها بالاقدام، قال راح تاخذ منكم مشي ما يقارب من 10 ساعات الى 14 ساعة. قلت له نمشي على رجولنا المسافة هذه كلها؟ قال اي نعم راح تمشون المسافة هذه كلها لين توصلون للدولة الاوروبية اللي انتم تبغونها، والزين في الدولة هذه انها راح تعطيكم اللجوء في اقل من سنة، افضل من الدول الثانية اللي راح تستنزفكم وما راح تعطيكم شيء. قلت طيب ما في شخص نروح لهناك؟ قال تبغون الحل البطيء ولا السريع؟ قلت له لا والله نبغى الحل السريع. قال الحل السريع انكم تروحون لمستشفى الامراض النفسية وتعيشون كأنكم مجانين نفسيا، وتحاولون تعيشون انكم انتم صدق مضطربين نفسيا عشان يعطونكم اللجوء ويصيرون يعالجونكم، وبعدها راح تمشي اموركم. المهم نزلنا من السيارة يا جماعة الخير انا والاشخاص اللي معاي، وفي اثنين من اللي معاي قالوا احنا ما راح نتحرك راح نجلس هنا. المهم مشينا في ذا الطريق البري شايل شنطتي وشايل اغراضي والفلوس اللي معاي حرفيا ما تكفي لاي شيء. صرت يا جماعة الخير شخص على الحديدة رسميا، ما عاد املك ولا دولار في مخباي. يقول المهم مسكنا هذا الطريق وصرنا نمشي ساعتين ونريح ساعة، وعلى هذه الحالة لين ما قطعنا ما يقارب 6 ساعات من المشي. يقول عمر وقف وريحت ونمت شوي، بعد ممكن 6 ساعات من راحة او 7 ساعات كملنا طريقنا. يقول صرت افكر في العطش والجوع، وسبحان الله ما مداني افكر فيها الا سيطر علي يا جماعة الخير العطش والجوع مرة واحدة، وصرت احس برضو اني راح اموت في اقرب وقت، ولكن كنت اضغط على نفسي واتذكر اهلي اللي ينتظرون مني رد لهم عشان يعرفون انا ميت ولا حي. يقول عمر المهم قطعت ذيك المسافة البرية وما ادري كيف قطعتها بعد ما يقارب 13 ساعة من المشي. يقول عمر المهم وصلنا للدولة الاوروبية هذه المقصودة. يقول ولكن اللي معاي كانهم يعرفون وين راح يتوجهون، قالوا لي خلاص مع السلامة انت رح في طريقك واحنا نروح في طريقنا. عرفت يا جماعة الخير الاشخاص اللي معاي هذول الثلاثة انهم متفقين ومخلصين امورهم بالكامل، وصرت انا يا عمر الان الحالي، ولكن الحمد لله اني دخلت الدولة الجديدة هذه. والله يا الربع واكمل مشي وادور مكان بس اريح فيه وانام، والدولة هذيك لا اخفيكم كانت جميلة والجو فيها رهيب مرة. يقول رحت لاحد الحدائق اللي موجودة عندهم، يقول ونمت على الكرسي الموجود في الحديقة، حطيت الشنطة كأنها مخدة ورا راسي وعطيتها نومة، وما صحيت الا ممكن بعد 12 ساعة من النوم، واصلا ما صحاني الا خطوات الناس اللي قاعدة تمشي رايحة للدوام. يقول ولكن من بعد ما صحيت والجوع ما كلني اكل، ابغى بس اكل اي شيء، ولكن المشكلة ما معاي فلوس، ما معاي ولا شيء نهائيا. صرت جالس واتامل في الناس اللي قاعده تمشي واناظر الهوملس اللي موجودين في الشوارع، اللي قاعد ياخذ من الناس فلوس واللي ياخذ منهم اكل، ولكن نفسي عزيزه ومستحيل اني اسوي هذا الشيء نهائيا. كنت اقول في نفسي انا عمر اللي طول عمري راسي مرفوع وما قد مديت يدي الحاجة، كنت رافض هذا الشيء، ولكن قلت عشان اكل لازم اروح اشتغل لي شغلة بسيطة تدخل لي مبلغ بسيط. وانا قاعد امشي الا لمحت يا جماعة الخير احد المحلات الكبار، محلات تجارية تبيع اللي هي اجهزة التلفزيون واجهزة التبريد والغسالات يا جماعة الخير. قلت راح اساعد الناس اللي يشولونها من هنا للسيارة واخذ لي كم مبلغ منها واشتري لي اي شيء، وصدق ووقف عند هذا المحل الا جاء شخص ودخل المحل هذا وشرى ثلاجة وهو طالع. قلت له تبغاني اساعدك؟ يقول كل هذا كان بالاشارة طبعا، كنت اقول له تبغى اساعدك بس عطني فلوس، قال لي خلاص ساعدني. وصدق يا جماعة الخير واشيل معاه الثلاجة واركبها سيارته، الا هذا يا جماعة الخير يعطيني بعض الدولارات وطلعت من عنده بس ابغى اكل اي شيء، وادخل لاحد المطاعم ولكن المطاعم صارت غالية. الفلوس اللي معاي اقدر اشتري فيها اكل الان، ولكن ما اقدر اشتري اكل فيها بعد 6 ساعات. قلت الافضل اني اشتري لي كيس من الخبز،
خبز معروف انه يسكت الجوع، فقلت اكل منه كل شوي لين يسكت جوعي، وباذن الله ربي ما راح يخليني. وصدق يا جماعة الخير صرت مستمر على هذه الحالة، وقاعد اوفر فلوسي بالقدر المستطاع اللي يخليني اعيش فترة اطول ويخليني استمر داخل هذه الدولة بدون اي مشاكل. المهم يا جماعة الخير، مرت الايام وانا قاعد اشتغل على هذه الشغلة وجمع لي مبلغ على مبلغ على مبلغ، لين قدرت اجمع لي مبلغ بسيط مرة بس يكفيني اني اعيش 4 ايام قدام، ولكن بدون سكن، فقط اكل، والاكل هذا اللي هو الخبز بس. جلست ذاك اليوم على الكرسي وقاعد اتذكر امي وابوي واخوي الصغير، واتذكر برضو خويي عبد العزيز. والله ثم والله ان نغزني قلبي نغزة غير طبيعية، واشتقت لهم شوق عظيم لا يعلم به الا الله. ولكن الحال مثل ما انتم شايفين، ما ادري كيف اتواصل معهم وما معاي لا جوال ولا اي شيء. المهم يا جماعة الخير، ضغطت على قلبي وحاولت اتجاهل هذا الموضوع لين تزين اموري، وتذكرت الشخص هذاك اللي قال لنا الحل الاسرع انكم تعيشون كانكم مجانين وتخلون مستشفى المجانين اللي هم اللي يرعونكم، وراح تحصلون اكل مجانا، وبعدها راح يهتمون فيكم، واذا تحسنت حالتكم راح يعطونكم الجنسيه. قلت هذا افضل حل اسويه، وصرت ابحث يا جماعه الخير عن مستشفى المجانين هذا، ادور عليه يمين يسار لين لقيته. قلت مستحيل اني اروح لهم باللبس هذا، شققت لبسي يا جماعه الخير وخليت لبسي كاني شخص من الهوملس الموجودين، وصرت اتسدح قدام الباب حق المستشفى. المهم ذاك اليوم وانا منسدح اللي يجي الامن ويحاول يقومني ويضربني، صرت اسوي عليه حركات قاعده تبين اني شخص ماني عاقل، اني شخص مجنون صدق. ولا ابغى اذكر لكم ذيك الحركات لان الحركات هذه تفشل بشكل كبير مره. يقول عمر استمريت قدام باب المستشفى ما يقارب 3 اسابيع، لين جاء اليوم اللي طلع فيه احد الدكاتره وخذاني من برا ودخلني، فحسيت كان الفرج جاني، كان اموري بدت تنحل. المهم اخذني الدكتور هذا ودخلني لداخل المستشفى، صاروا يا جماعه الخير يشخصوني ويكشفون علي، ولكن انا لحد الان ما ادري وش اسوي بالضبط عشان يعتقدون اني شخص مجنون. المهم الدكتور قال راح نخلي هذا الشخص تحت المراقبه، وراح نخليه يعيش في غرفه ويكون تحت المراقبه ونسجل كل ملاحظه عنه. المهم جاني الدكتور حاول يتواصل معي، ما تكلمت معاه نهائيا، واسوي نفسي يا جماعه الخير اني صدق مجنون، اسوي له حركه يمين حركه يسار، المهم بهذلته. خذوني يا جماعه الخير وخلوني اعيش في غرفه فيها ما يقارب 4 اشخاص، الغرفه هذه عشان يسجلون كل ملاحظه قاعده تصير معي. انسدحت في الغرفه هذه، والغرفه هذه فيها كاميرا، فلاحظتها انا اصلا من اول ما دخلت. سكروا باب الغرفه وصرت قاعد معهم وجابوا لي الاكل والعشاء، وطبعا برضو حتى اذا جيت اكل قاعد اكل بطريقه جنونيه ما هي بطريقه عاديه. يقول عمر في اليوم الثاني، قلت له عشان اثبت اني مجنون صدق، اليوم الثاني وهم نايمين اتفقت مع نفسي اني اقوم في اخر الليل وامسك احد الناس الموجودين عندي واخنقهم، لان اصلا الكاميرا قاعده تراقب انا وش قاعد اسوي. وصدق يا جماعه الخير في اخر الليل ذاك اليوم قمت على واحد منهم واصير اخنقه واصير اصارخ صراخ هستيري يا جماعه الخير، الا دخلوا الدكاتره يفكوني ويهدوني، وحاولوا يهدوني وخلوني على جنب. قلت بس الان راح يعرفون اني صدق شخص مجنون، وباذن الله انهم يقبلوني معهم. المهم يا جماعة الخير، بعد ما فكوني وخلوني على جنب عشان اهدى ويبغون يعرفون هل انا ضايق ولا ماني ضايق، تركتهم لين وصلوا عندي، وصاروا ياخذون مني تحاليل ويقصون الضغط حقي، ويجي واحد يكشف على عيوني واحد يكشف على لساني، يعتقدون اني متناول بعض الاشياء اللي ممكن توصلني لهذه الحالة. خلص ذاك اليوم بسلام. في اليوم الثاني يقول عمر في اشخاص من الاشخاص اللي معنا قال لي كلمة، والكلمة هذه فادتني بشكل كبير. قال لي وش اسمك؟ قلت له عمر. قال لي عمر بسألك سؤال، الحادثة اللي صارت امس انت كنت تدري عنها؟ قلت له على طول اي حادثة. قال لي بس انت فيك انفصال في الشخصية، والله يعينك. يوم قال لي اسم المرض هذا صرت يا جماعة الخير ابغى ابحث عنه وابغى اعرف عنه كل شيء قاعد يصير، ولكن المكان اللي انا فيه ما فيه لا جوالات ولا وسيلة تواصل اقدر اتواصل معها مع العالم الخارجي، مكان معزول مستحيل ان احد يعطيني الجوال حقه عشان استخدمه. المهم يا جماعة الخير في اليوم اللي بعده الا نادوني بالاسم وقالوا لي تعال للعيادة، وصاروا يسالوني برضو عن الموقف اللي صار امس. قالوا لي عمر تتذكر وش صار امس وتعرف انت وش سويت؟ انا يا جماعه الخير صرت اجحدهم وصرت اقول لهم ان ما فيني شيء واني ما سويت ولا شيء امس واني انا بخير والحمد لله. الا الدكتور يا جماعه الخير قاعد يكتب على ورقتي، واتوقع انه راح يثبت ان فيني حاله نفسيه او انفصام في الشخصيه. المهم رجعت لغرفتي واستمرت الحاله هذه لين ما مر يا جماعه الخير شهر كامل وانا موجود داخل المركز النفسي هذا، وكل يوم عذابي يزود عذاب، ابغى اتواصل مع اهلي قدر المستطاع. المهم في ذيك اللحظات كنت يا جماعه الخير مكون علاقه مع شخصين، ولكن
معرفتي فيهم معرفة سطحية، يعني بعض الأحيان أجي أكل معهم أو نسوي لنا عشاء بعض الأحيان سوا. في يوم من الأيام جيتهم وقلت لهم يا جماعة الخير، هل في أحد منكم يقدر يوفر لي جوال؟ اللي ناظر فيني الشخص الثاني قال تبي جوال؟ قلت له إيه، قال موجود عندي ولكن 5 دقائق لا تطول. وش تبغى تسوي فيه؟ تبغى تستخدم جوجل والبحث ولا تبغى تتصل؟ قلت له لا والله إني أبغى أستخدم الاثنين، أتصل وجوجل. المهم اللي يطلع لي جوال يا جماعة الخير جوال جلاكسي قديم، قال لي ادخل دورة المياه واستخدمه. قلت بس جاء الوقت الموعود اللي اتصل فيه على ابوي واعلم اني انا بخير وبصحة وسلامة، واتأسف منه اني رحت لين هنا بدون ما اقول له ولا شيء، ولكن كان عندي حس ان ابوي راح يرفض اني انا اروح للهجرة هذه. يقول عمر طبعا رقم ابوي انا حافظه بالكامل. دخل دورة المياه ويدي على قلبي وجالس على اعصابي يا جماعة الخير، واخذ الجوال طيط 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 لين دخلت رقم ابوي بالكامل واتصل عليه يا جماعة الخير. الا تجيني يا جماعة الخير نغمة الصوت المعروفة لكل جوال مقفل حول العالم، ان الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الان. قلت بس شكل ابوي نايم او في شيء. قلت الان من اتصل عليه ومن الناس اللي انا حافظ ارقامهم؟ فجاء في راسي يا جماعه الخير عبد العزيز خويي، ولكن المشكله اني انا ما عندي رقم جواله، ولكن يا جماعه الخير عندي حسابه تويتر وكنت اعرفه بالضبط لان حسابه كان مميز. المهم وابحث عنه في تويتر يا جماعه الخير ويطلع لي حسابه، وادخل عليه وارسل له رساله: السلام عليكم، كيف حالك عبد العزيز؟ طيب، حاب اعرفك بنفسي، انا عمر خويك، اذا شفت الرساله هذه اتمنى انك تعطيني رقمك على طول. والله يا جماعه الخير ما جلست ولا ممكن دقيقة أو نص دقيقة إلا تجيني الرسالة مكتوب مستحيل أنت عمر وكلام كثير مرة. قلت له بالله اكتب لي رقم جوالك، ويكتب لي يا جماعة الخير رقم جواله إلا معي أنا في جيبي ورقة محتفظ فيها من أيام سجاد اللي فيها يا جماعة الخير رقم الجوال الخاص بسجاد، واطلع برا أقول لأخوياي بالله أعطوني قلم، يعطوني قلم وأصير أسجل رقم عبد العزيز على ورقة لأني ما أبغى ينحفظ بالجوال وأبغى يبقى عندي. المهم أخذ الجوال وطيط طيط 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 واتصل على عبد العزيز. طبعا الاتصال دولي وتسمع الصوت كطوط اللي يرد عليه عبد العزيز، وكان ساكت ولا قال اي كلمه. قلت السلام عليكم عبد العزيز، عرفتني انا عمر. شوي الا عبد العزيز اسمع يا جماعه الخير صار يبكي بكى غير طبيعي. عمر تكفى، وينك يا اخي؟ وينك؟ اقسم بالله العظيم اني تحسفت اني قلت لك، احسبك مت ولا صار لك اي شيء. عمر قال لعبد العزيز: عبد العزيز حد شوي واسمعني زين، انا صارت لي سوالف واجد، انا الحمد لله بخير ووصلت الان في احد الدول الاوروبيه، ابغى اسالك ابوي وينه وهل تشوف اهلي ولا ما تشوفهم؟ قال لي عبد العزيز: يا عمر ما ابغى اصدمك واقول لك ان هلك الان يعتقدون انك ميت، وأعلنوا حالة وفاتك لك ما يقارب ممكن 3 أسابيع لأنهم ما حصلوا لك ولا أثر. أول ما سمعت الكلام هذا انصدمت، قلت هل يعتقدون أني ميت؟ وما لومهم يعتقدون أني ميت، لأن صدق هذا الطريق اللي سلكته مات قلبي قبل ما أوصل. شوي اللي عبد العزيز يقول لي: أهلك حالتهم سيئة مرة سيئة بشكل أنت ما تتوقع يا عمر، لدرجة شفت أخوك الصغير ترى صار يبيع شاهي ومكسرات في الحارة، فأهلك مو مثل على خبرك. يوم قال لي الكلام هذا حسيت علي يا جماعة الخير ضغط لا يعلم به إلا الله، ضغط غير طبيعي. حسيت أني أنا مسؤول الآن عن أبوي وأمي وأخوي الصغير، وعرفت ليه كان جوال أبوي مقفل. قلت أكيد أنه خذ جواله وراح يبيعه عشان يوفر فلوس لأمي وأخوي. قلت له يعطيك العافية يا عبد العزيز، ولكن خل جوالك قريب من عندك، بتصل عليك بين كل فترة وفترة، وانتبه تقول لأهلي أني أنا تواصلت معاه لين أحصل طريقة أساعد فيها أهلي قبل ما أعلمهم اني انا حي. قال لي عبد العزيز: يا عمر ما اقدر، يا عمر تكفى خلني اعلم ابوك اخليه يفرح، والله يا عمر من بعد ما فقدوك لو تشوف وجه ابوك كان فيه هم الدنيا وما فيها. يا عمر اني انا طالبك تكفى خلني انا افرح ابوك بهذا الموضوع. قلت له: اسمع عبد العزيز، ما عليك، راح اخليك تفرح اهلي ولكن بالاسلوب اللي انا ابغاه، الرقم هذا لا تتصل عليه لانه مو رقمي، ولكن انا بعاود الاتصال فيك مره ثانيه. المهم قفلت يا جماعه الخير من عبد العزيز وانا في حاله يرثى لها، حاله لو ما معاي فلوس الدنيا كلها ما تشفيها، حالة سببت لي يأس وضعف بشكل غير طبيعي. كنت أتوقع أن حال أهلي راح تمشيهم أكثر من هذا الوقت، ولكن أضر الموضوع ما ساعدهم وغيابي أثر في نفسية أبوي وما خلاه يشتغل بالشكل المطلوب.
المهم خدت الورقة يا جماعة الخير اللي مسجل فيها رقم عبد العزيز سجاد وصفتها وحطيتها في جيبي، وخدت الجوال وصرت ابحث يا جماعة الخير عن اسلوب الاضطراب النفسي اللي قالوا لي عنه، وحفظت كل الحركات اللي يسويها الشخص اللي فيه هذا المرض عشان اقدر اطبقها عندهم واخليهم يسجلون لي اني انا مصاب بهذه الحالة النفسية، وبعد ما يسجلون لي هذه الحالة راح يصرفون لي مبالغ شهرية اقدر اشتري فيها جوال لنفسي. المهم مرت الايام وانا قاعد اضبط التكنيكات هذه او الاساليب عشان تمشي على الدكاترة اني انا صدق تعبان نفسيا. بعد مرور يا جماعة الخير ما يقارب شهرين الا الدكتور اعطاني ورقة اعتماد اني انا صدق مصاب بالحالة النفسية هذه. بعدها اخذ الورقة هذه وديها لجهة عندهم تصير تسجل اسمي عندهم ويعطوني مكافأة شهرية اقضي فيها اموري. وصدق يا الربع خدت الورقة ورحت مع اخوياي الاثنين اللي دائما اقعد معهم، وطلعت الجهة هذه واحد من الشباب اللي معنا ضبط لي كل الاوراق بالشكل الكامل ويقول اني اعرف كيف امشي الامور هذه بسرعة. خلصها لي الا بعد اسبوع قالوا راح تنزل لك اول مكافأة لك، والمكافأة تجي ما يقارب $1000. المهم نزلوا لي هذه المكافأة واول شيء شريته اللي هو جوال، ورحت وطلعت لي رقم خاص فيني عشان اقدر اتصل بعبد العزيز في الوقت اللي انا ابغاه. وصدق يا الربع واخذ الجوال واسجل فيه رقم عبد العزيز خويي واتصل عليه واقول لعبد العزيز اسمع هذا رقمي احفظه عندك وباذن الله راح نتواصل بين فترة وفترة ويلا مع السلامة. المهم قفلت من عنده وجيت اشوف اللي رقم سجاد عندي محطوط في الورقة، ولكن يا جماعة الخير في شيء جواي يقول ما ادري هو من مبدأ حب الاستطلاع او لا، يا اخي ليه ما تتصل على هذا الرقم وتشوف ايش راح يصير، هل هو مقفل او مفتوح؟ يقول بس كان عندي هدف اني ابغى اعرف الرقم هذا مقفل او مفتوح. المهم وادخل رقم سجاد يا جماعة الخير الله يرحمه واتصل عليه. يوم اتصلت يا جماعة الخير الا صدق الخط حقه مفتوح وتسمع طوط الا رد واحد ولكن ما يتكلم. قلت له الو من معي؟ ما قال ولا حرف. جاء في بالي قلت هذا اكيد يا انه ولد سجاد او انه زوجة سجاد وتبغى تعرف من المتصل هذا. لحظات يا جماعة الخير بعد ما قفلت ممكن بخمس دقائق الا تجيني رسالة نصية على جوالي ومحطوط في الرسالة النصية هذه لوكيشن موقع ومكتوب هنا الغرض اللي انت تبغاه. قلت وش الغرض اللي انا ابغاه وهذا مين وهل ممكن سجاد كانت عنده تعاملات خفية انا ما ادري عنها؟ خذت الموقع هذا قلت خلني ابحث وين مكانه بالضبط. صار يا جماعة الخير الموقع هذا يبعد عني ما يقارب ساعة ونص يعني ما هو بعيد، والموقع هذا يا جماعة الخير عبارة عن بيت يعني فيلا بسيطة كذا. يقول عمر جاني يا جماعة الخير حب الاستطلاع. قلت يا ولد كيف الان اطلع من المكان اللي انا فيه واروح لهذاك المكان؟ ابغى اشوف ذاك المكان وش هو، ولكن مشكلتي الوحيدة اني ما اقدر اطلع من المستشفى ولي اوقات اطلع فيها وارجع، ولو تغيبت على المستشفى ممكن ينهون كل اوراقي. فقلت في ذاك اليوم بحاول اطلع بدري واحاول اوصل لهذاك المكان بسرعة يعني ما اجلس في هذاك المكان الا ممكن 30 دقيقة وبعدها يمديني ارجع المستشفى حقنا. والله واطلع يا جماعة الخير لين ذاك المكان سأجرت لي اوبر ورحت للمنطقة السكنية المحددة لي في الموقع اللي وصلت صدق اللي هي فيلا على شارعين وفيلا يعني محترمة وكبيرة. قلت من هذا واطلع الجوال واتصل على الرقم من جديد. قلت السلام عليكم برضو الاتصال ما حد يتكلم. قلت له ترى انا موجود عند الموقع وقفلت ونزلت من التاكسي وخليته يمشي. فجأة بلحظات يا جماعة الخير الا تنفتح لي باب الفيلا والصدمة اللي طلع منها يا جماعة الخير كان سجاد. قلت هلوه شلون هذا مو قالوا ان ذاك غدر فيه ورماه؟ اللي ناديني قال لي عمر تعال. انا يا جماعة الخير الان في حالة صدمة فرح او صدمة حزن. قلت شلون سجاد ما جاء شيء وكيف ساكن في هذه المنطقة؟ يعني مفروض انه ساكن ورا منطقة بعيدة مرة. وادخل عنده اللي قال لي كيف حالك عمر انا اعرف انك انصدم ولكن راح اقولك الموضوع كله. الموضوع بما فيه اني انا تعبت من العمل هذا واتفقت مع الرجال اللي راح اوصله ان احنا نسوي سيناريو بسيط عشان ينسوني كل الجماعة اللي موجودين هناك ولا عاد يتواصلون معي نهائيا واعيش انا وعائلتي سلام. قلت طيب وشلون جيت هنا؟ يقول اصلا كانت اخر مهمة اللي هي مهمة توصيلك وكنت متردد اوصلكم ولا ما اوصلكم لاني كنت اجمع مبلغ عشان اشتري هذا البيت اللي انت قاعد تشوفه والحمد لله الان انا مستقر هنا وعلى فكرة ترى معي الجنسية المخصصة لهذا البلد الا انت وش صار عليك؟ قلت له سجاد الله يرحم والديك انت قاعد تقول هذا الكلام وترى ان هذا الشيء عادي؟ سجاد اقسم بالله العظيم اني حزنت عليك حزن مو طبيعي. سجاد كنت اعتقد انك مت ما ادري كيف قلبي كان ناغزني يقول اتصل على هذا الرقم. شوي لسجاد قال انا مو قايل لك اتصل علي يوم الجمعة لاني انا اخر يوم الجمعة راح اكون موجود في هذه الدولة، انت جيت عن طريق البر ولكن انا جيت عن طريق الطيارة. قلت له الحمد لله انك بخير يا سجاد وبصحة وعافية. الا شوي قال لي انت وش صار عليك وش سويت وين رحت وين جيت؟ حصلت لك شغلة ولا ما حصلت لك؟ قلت له انا والله قال لي سطام لي خذاني عن طريق الجهة البحرية اذا تبغون انتم اموركم تكون بسرعة ادخلوا مستشفى المجانين. ناظر فيني قال صادق انت؟ قلت له اي والله. قال ما طبيعي اللي سويته ترى هذا بيطول معاك وبيطول في وضعك. الا اسمعني انا راح اشغلك مع خالي في احد معارض
معرض السيارات، وش رايك تشتغل معاه وبيعطيك راتب ممتاز؟ قلت له اي والله اني طالبك يا سجاد، اني ادور وظيفة لان حالة اهلي صارت سيئة وابغاك تساعدني بالشيء اللي تقدر عليه. قال لي طيب اسمعني، الان راح اكلم لك خالي وتروح له مباشرة وتدخل معاه، وراح انا اكلمه عنك واخليه يشغلك عنده، باذن الله راح يعطيك راتب كويس. قلت له خلاص زين، ولكن انا الان عندي مشكلة مع المستشفى، لو اغيب من عندهم راح يخصمون مني $1,000 اللي يعطوني اياها. قال لا تشيل هم، راح اكلم لك واحد من الجماعة هناك موجود شغال وراح يضبط لك الموضوع من البداية للنهاية. يقول عمر قلت في نفسي سبحان الله، وشلون الامور قاعدة تتسخر بالشكل هذا، واحس ان اموري كأنها مكتوبة ان راح يصير للمواضيع هذه بشكل متتالي. قلت له خلاص يا سجاد انا معاك واللي تبغاه يصير. وصدق ياخذني سجاد بسيارته يا جماعة الخير يوصلني لين المعرض حق خالة، وانه واقفين عند المعرض قال لي سجاد كلمة، والصدق عزيت سجاد من هذيك الكلمة. قال لي تدري يا عمر اني ما قفلت جوالي بس كنت انتظر اتصال منك، وتدري لو تأخرت لحظة بسيطة ابو 6 أيام 7 أيام يمكن اقفل جوالي ولا تقدر تتصل علي. قلت له الحمد لله اني قدرت الحق عليك شوي. قال لي نزلنا ويدخل على خالة ويقول ان هذا عمر واني انا اعرفه وانه شخص كويس. الا خالة يا جماعة الخير وش قال؟ قال انا ما راح اعطيك راتب، انا راح اعطيك على النسبة، اذا قدرت تبيع السيارات اللي موجودة عندي راح اقدم لك على كل بيعة من السيارة نسبة 2% وممكن توصل 5% على حسب مبلغ السيارة. قلت له خلاص انا راضي واللي تبغونه يصير. طبعا في البداية هذه نسبة قليلة مرة، ولكن كان يبغى يجربني عشان يرفع النسبة بعدين لو بدعي. يقول عمر وامسك السيارات هذه واصير اصورها بكاميرا الجوال واصير انزلها يا جماعة الخير في احد المواقع المخصصة للبيع. وكان خال اصلا سجاد نظام كلاسيكي قديم ينتظر الناس يزورون المعرض. المهم صرت ابيع يمين ابيع يسار، قدرت ابيع يا جماعة الخير في الشهر ما يقارب 13 او 14 سيارة، نسبتي راح تكون حلوة مرة فاقدر احول لاهلي بعدها. المهم عطاني المبلغ اللي هو خال سجاد، واتصل على طول على عبد العزيز، السلام عليكم كيف حالك عبد العزيز؟ طيب عبد العزيز معي مبلغ ابغاك توصل لاهلي وتقول هذا من فعل خير لين اسس وضعي شوي، وبعدها انا اللي راح اقول لك، راح اعطي جوال ابوي ابغى اكلم. قال لي خلاص زين، واحول المبلغ هذا يا جماعة الخير على عبد العزيز، وعبد العزيز جزاه الله خير راح لابوي وزاره في بيته ودخل وعطاه المبلغ هذا، وكان ابوي فرحان بشكل غير طبيعي، فرح ما هو مثل اي فرح، كان همه حرفيا زاح. المهم اتصل علي عبد العزيز وقال لي الموقف اللي صار معاه بالكامل. قلت له خلاص زين، انا راح اكمل شغل وكل اسبوعين 3 أسابيع راح احول لك مبلغ تعطيه ابوي، اهم شيء اوعده ان في فاعل خير راح يجي كل فتره يعطيك فلوس بلا تشيل هم. صدق يا جماعه الخير يصير عمر شغال بهذه السيارات بيع وشراء بيع وشراء. يقول قدرت ادخل مبالغ هذه ما راح اقول انها بسيطه، لا مبالغ كبيره على شخص في عمري، يعني كنت اطلع في الشهر ما يقارب $5,000 $6,000 مع $1,000 اللي عانى اللي يعطوني اياها، يعني اوصل $6,000 $7,000 شهريا، وكنت اخذ ما يقارب $4,000 واحولها لاهلي، والمبلغ يعتبر مبلغ كبير. يقول صرت شغال في هذه الحاله لمده 4 شهور، جاني خال سجاد وما انسى خاله الطيب هذا، قال لي اسمع يا عمر انت رجال تقدر تبيع بشكل كبير، وانا حلمي من يوم ما كنت صغير يقول له اني افتح شركة مخصصة للاستيراد والتصدير، وابغى اورد سيارات من الدولة هذه للدول الثانية، كذا راح ندخل مبالغ كبيرة مرة، وراح ادخل معاك شراكة انت لك 30% وانا لي 70% لاني انا راح اكون صاحب رأس المال. يقول عمر قلت له ابد 30% 30%. وصدق يا جماعة الخير طق 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 فتح السجل التجاري، فتح الامور هذه كلها وفتحوا شركة تصدير وإيراد، وصاروا يبيعون في السيارات. يقول عمر اول مرة احس اني كنت صغير ولكن كنت غني بشكل غير طبيعي، صرت ابيع يمين ابيع يسار، صرت اتعامل مع الناس في الدول الثانية في ما يقارب بس 5 شهور من رحلة الإيراد والتصدير، وما عاد صرت افكر في الجنسية ولا اللجوء. المهم امتليت فلوس، وجت اللحظة اللي اتصل فيها على عبد العزيز واقول له عط الجوال ابوي ابغى اكلمه، وكان عندي رهب وخوف اول ما هربت من البيت الى لحظتي هذه. اتصلت على عبد العزيز وقلت له عبد العزيز ابغاك تروح تقابل ابوي وتعطيه الجوال ابغى اكلمه، ولكن لا تقول له عمر اللي يبغى يكلم، وعطى الجوال وهو في مكان لا يكون قاعد يمشي عشان ما يدوخ او يصير لاي حاله نفسيه. الا يا جماعه الخير عبد العزيز راح ووصل عند ابوي وسلم الجوال، وانا كنت حاط الجوال في اذني الا اسمع ابوي يقول الو من معي. يقول اول ما سمعت صوت ابوي يقول حسيت بشعور غير طبيعي، حسيت ان احن صوت قاعد يكلمني على وجه الارض، سمعت صوت الشخص اللي ضحى من وقته ونفسه عشان يقدم لنا المؤونة في حياتنا، سمعت صوت ابوي الشخص اللي ما تركني يوم من الايام في ضعفي. المهم ما قدرت اتكلم، وابوي يقول من معي تكلم، ومع كل كلمة قاعد يقولها تجيني نغزة في قلبي. المهم ابوي قفل الخط في وجهي وعود اتصل على عبد العزيز واقول له عط الجوال ابوي. الا ابوي من جديد يا جماعه الخير يقول الو من معي. قلت له مرحبا يا يبا انا عمر ولدك.
أول ما قلت له الكلمة هذه أبوي يا جماعة الخير صار يبكي. عمر وينك مختفي؟ عمر أنت حي؟ قال عمر تكفى قل إنك عمر. كان أبوي بين مصدق ومكذب. قلت له يا إبا والله العظيم إني عمر، والله العظيم إني ولدك عمر. قال لي يا عمر يا ولدي وينك؟ وين رحت؟ مو أنا قلت لك راح عند عمانك؟ وين اختفيت؟ لك الآن مفقود ما يقارب 7 شهور، وينك مختفي؟ يقول عمر قلت له يبا اعذرني ولكن ظروف الدنيا حدثني إني أوصل لهذه المرحلة واختفي فيها. قال لي طيب تعال البيت أبغى أشوفك. قلت له يبا تعتقد إني قريب من عندك؟ يبا أنا موجود في أحد الدول الأوروبية، وبشرك يا يبا إني قدرت أدخل شراكة مع شركة إيرادات وتصدير، صرنا نصدر ونبيع في هذه السيارات، والحمد لله إني الآن أملك ثروة، والثروة هذه بإذن الله إنها راح تشيل بيتنا كامل. إلا أبوي يقول لي عمر إذا الكلام اللي قاعد تقوله صحيح والله العظيم إنك رفعت راسي. وزين انك بصحة وعافية، وخلني اروح ابشر امك واخوك احمد. قلت له زين يا يبا وسلمني تكفى على عمي، واول ما توصل البيت بتصل عليك من جديد من رقمك انت. الا شوي ابوي قال لي عمك الله لا يوفقه ولا يسمح له دربه، عمك خلاني اتخاصم مع اعز صديق لي. قلت له يبا منو اعز صديق؟ قال عمك هو الشخص اللي سرقني وسرق سمير واحنا ما ندري، ورحت ظنيت ظن السوء في سمير وقلت له انه هو الشخص اللي سرقني، ولكن صار سمير ما له دخل وصار السوء هو عمك. أول ما سمعت الكلام هذا انصدمت، عمي اللي أبوي أخوه من لحمه ودمه يسرق أخوه؟ الله لا يوفقه. قلت له يا يبا أبشر بالعوض ما يصير خاطرك إلا طيب. قلت له طيب يا يبا كيف أقدر أتواصل معاك وأنت ما معاك جوال؟ إلا عبد العزيز يقول أنا بعطيه جوالي وخلى معاك وخلى يتواصل معاك يا عمر. وصدق أبوي خذ جوال عبد العزيز وراح للبيت. وقلت لأبوي يبا شفت الفلوس اللي كان يعطيك إياها عبد العزيز؟ قال إيه. قلت ترى هذه الفلوس كلها مني ولا أحد له منا عليك. وصار أبوي بين ضحكة وبكية يا جماعة الخير. المهم وصل للبيت وكان في قمة سعادته وقال لأمي أن ولدك عمر ترى حي ما مات. إلا أسمع صراخ أمي في الجوال، قالت وينه؟ قال له هذا هو في الجوال كلمي. يقول عمر مثل ما أنتم عارفين الأم هي أحن إنسان موجود عليك في هذه الدنيا. قلت لها مرحبا يا يمه أنا عمر ولدك. إلا أمي تصير يا جماعة الخير تبكي، عمر ليه خليتنا؟ أنا ما سوينا لك شيء ولا أنا زعلتك بشيء. قلت لها والله يا يمه أنك ما زعلتيني بشيء، ولكن الكلام هذا قلته لأبوي وبقول لك إياه الحين. ظروف الدنيا اللي حدتني إني أوصل لهذا المكان. صرت يا جماعة الخير أسولف مع أمي سواليف بسيطة لين زرعت الابتسامة على وجهها وقلت راح اجيبكم عندي ما راح اخليكم في المكان اللي انتم فيه وراح احجز لكم الان تذاكر تطلعون من الدوله اللي فيها انتم وتجون عندي. فاستغربت امي وقالت شلون؟ قلت لها اذا جيتي راح تشوفين كل شيء بعيني. يقول عمر واصير احجز لاهلي تذاكر واخوي احمد معهم عشان يجوني للدوله حقتي. وارسلت هذه التذاكر على جوال عبد العزيز اللي هو مع ابوي وكان موعد وصولهم بعد 5 ايام من الان. فجهزت ذاك اليوم وطلعت افخم السيارات اللي موجوده في المعرض. المهم جاء اليوم الموعود اللي راح توصل طياره اهلي لمطار الدوله اللي انا فيه. واروح يا جماعة الخير في ذاك اليوم واستقبل أهلي من المطار وكانوا سعيدين بشكل كبير أني أنا كنت حي ونجحت في هذه الحياة. لهنا يا جماعة الخير أقدر أقولكم أن وصلنا لنهاية قصة اليوم. أتمنى أني وفقت في رواية هذه القصة. والله يعطيكم ألف عافية وأشوفكم في قصة جديدة. سلام عليكم.